في قانون جديد بدأ يحكم بلدنا من بداية الانفتاح، لكن زاد اليومين دول، هو قانون الجنيه. لكن في شارع عبد العزيز في قانون تاني أهم، قبل ما تحضر العفريت لازم تتعلم تصرف، وأنا حضرت العفريت، سحبت عليه، ركبت على ظهره، لأن من وأنا عيل صغير وأنا بتفرج وأشتغل وأتعلم وأعرف إزاي أصرف. فكرتك يا أسطى. ولا أسيس. شوف. من هنا بدأت قصتي في الشارع ده، من يوم ما أبويا اشتغل فيه. ساعات كنت بجيب له الأكل وأمشي، وساعات كنت بعمل لنفسي سبوبة جنب الدراسة. لطفي ممكن تخليه بس الجرايد دي عندك لحد ما اودي الاكل ابويا واجي؟ طب ما تخليه معاك يا ابو عزيز. ما انت عارف لو شافني ببيع جرايد هيموتني. يا دي انت ازاي تسيب مدرستك ودراستك وتبيع جرايد؟ ده انت اشطر واد في الحته يا اخي. معلش بقى، ولو اتزرقت بيع منهم لحد ما اجي عادي. ايه ده كمان هبيع لك جرايد؟ سلام عليكم. طب خليهم معاه. عم لطفي تقريبا اطيب راجل في الشارع، لكنه قسى عليا مره ما قدرتش انساها طول عمري، وقسوته دي حولت حياتي. الأمر لله. ماشي يا عم. الأكل يوم. مش قلت لك لما تخش على حد تقول سلام عليكم عبد العزيز؟ مش راجل أنت ولا إيه؟ طبعًا راجل. بكمل شغلك لحد ما تتغدى وآخد العمود وأمشي. بتعمل إيه يا ولد أنت؟ أنت مش مخلوق للشغلانات دي. أنت ليك العلامة والمذاكرة وبس. مش عايز تطلع دكتور كبير يا عبد العزيز ولا إيه؟ وماله يابا؟ أساعدك في الشغل وبرضه أطلع دكتور. لا، صاحب بالين كذاب. أهم حاجة عندي المذاكرة والعلام وبس. يلا فوت على البيت تقعد تذاكر في البيت لحد ما يجي معاد الدرس، وأنا هبقى أخد العمود وأروح. يلا يا عاد اسمع الكلام يا ولد. حاضر يا سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يمد في عمري يا ولدي وأشوفك دكتور كبير يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وريني اقدم ملكيه يا روح ابوك. ارجع على عظمي يا ابو الرشه ابن العتان. يا ابني يا ابني انت مش امك قالت لك يكفيك شر الطريق؟ انا بقى شر الطريق. يا انت هو ده يا لذيذ؟ انا قلت لك مفيش مع حرمتك ده هنا تاني؟ هو انت كل مره تعمل لي مشكله؟ يلا خد حرمتك غور من هنا. زيزو اتخانقت مع بكر تاني؟ لا لا عادي. انت كنت فين؟ انا كنت رايحه اشتري حاجه. انت اتعورت؟ طب ما قلتليش اني اجي معاك، ما قلتليش تمشي لوحدك تاني. يا عم بس خليك في الجرح بتاعك. ارجوك يا بابا شوف لي رباط عندك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي عورك كده؟ لا ما تخافش يا عم لطفي، بسيط. انت هتلمت في دي كمان؟ ليه بس يا ابني الشقاوه دي ليه؟ مش شقاوه يا بابا، ده الواد بكر المتشرد عوره وانت شايفاه. ليه يا ابني؟ اخلي قلم جاف عشان انت عندك يا عم لطفي. طب ثانيه واحده ثانيه. لا لا مستعجل. حاضر يا عاصم يا ابني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وسخت ايدك، ممكن يكون عيان ويهديك. ابعد عنها يا عاصم. انت مالك انت؟ حرام عليك يا عاصم، مش شايفه متعور كده؟ ماشي والله. لو اللي بابا
انا عم اقول لك اطلع من هنا من قدام مهر العم الحاج الشرشابي احسن لك. يا عم بقول لك سيبنا ننزل البضاعه في المخزن اللي في الممر ونمشي على طول. طب لو ما مشيتش دلوقتي هولع في البضاعه وهولع فيك وهولع في العربيه وفي نفسي وان شاء الله توديني مركز الشرطه. مش هنوسع مش هنوسع غير لما نحمل بضاعه المعلم عنديل. فاهم يا جعور؟ ايه يا جعور؟ تعال انت بقى انزل. ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ في ايه بالظبط؟ على لا 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 في ايه اصلا منك نوح؟ ايه اصلا منك نوح؟ في ايه يا عم؟ رجع العربيه ورا عشان نسوي مصالحها. في ايه؟ رجع العربيه ورا عشان نسوي مصالحها. ارجع ورا العربيه. ارجع يا عم. استنى يا زيزو رايح فين؟ استنى بس ده باين عليها اتشعل. انا مش شامي. انا حاسس جدك بدل ما اطعنك يا نمار. اطعن منك يا عم منك نوح. امشي يا عم. امشي يا عم. عاجبك يا زيزو معلمين؟ عاجبك يا معلم؟ نجري ورا القرش ولا هنفضل لعب العيال اللي بتعملوه ده؟ ايوه عاجبني يا روح. بس المعلم انديل ما ينفعوش الكلام ده يا معلم. بص فيك وفي المعلم انديل بتاعك. بس يا معلم معلم انديل معلم انديل معلم معلم انديل زي ما انت لسه معلم. انت يا معلم انت يا معلم. مد ايدك على مين يا شرشامي؟ بمد ايدي على العيال الصيه دي. والعربيه دي مش هتتعتق من هنا الا لو كنت عايز تمشي بجنازتك النهارده. العربية دي مش هتمشي من هنا قبل ما تحمل. واصر الشر يا شرشامي. أنا بقول مش هتمشي ولا هتعتق ولا هتحمل. وأنت هتخش معايا تشرب الزفت عشان أفهم حاجات أنت مش فاهمها. هما دول اللي اتعلمت على إيديهم صنعة الجري ورا الجنيه. والأهم إني اتعلمت إزاي أصرف العفريت قبل ما أحضره. بس يا ريتني ما اتعلمت حاجة. مش قبل ما أضرب البقى في بتاعك زي ما ضربت شافعي. خلاص تعالى يا ابني. يلا هو ده اللي مريحك؟ ايوه. خلاص كده يعني حضرتك نسيب لقمه عيشنا ونمشي ورا السيارات الصيع دول؟ ده يضرب ده وده يضرب ده وخناق. فاهم؟ قدامي يا ابني. فضل. قدامي. يلا يا حضرات. امشي يلا. يا ساتر على الناس دي. كل يوم كده خناق ودوشه. صدعوني. امال فين زيزو؟ زيزو على عربيه الكبده. والله الواد ده صعبان عليا قوي. مذاكره وشغل. عرفت تبقي زيي؟ طب ما انا بساعدك اهو يا بابا. طب بذمتك وعينيك الحلوه دي مين اشطر؟ انت ولا هو؟ زيزو اشطر واحد في الفصل وكمان في الدرس. انا مش عارفه بيلاقي وقت ازاي بانه يذاكر ويشتغل. بس انا برضو هسبقه. بجد؟ طب خدي بقى 50 قرش اهي بيجيلي ليها حاجة وانت مروحة. ماشي؟ على فين يا زيزو؟ انت مالك انت؟ يا بطل اللمادة دي تعالى معايا جوه نشوف مزعل عظمي ابن المعلم شرشامي في ايه؟ هو صاحبي عشان يزعله ولا افرحه؟ الواد يفهم ياد، ما هو انت لو ما طيبتش خاطر ابن المعلم مش هتعرف تاكل عيش في الشارع الواسع ده. فوت قدامي فوت. افوت؟ هو عزرائيل يعني؟ زيزو يا معلم. تحبوا لو تشرب دلوقتي عشان تبطل قلة الادب اللي فيك ديت؟ وحد جه جنبك ما تقعد بادبك. يالا انت ازاي تمد ايدك على عاصم ابني وتضربه؟ انا والله ما مديت ايدي عليه يا معلم. هو اللي خايبان في المدرسة وبيجي يتمنظر علينا. وانت زميله في المدرسة؟ الاشكال دي هتدخل المدرسة اللي انا فيها ده كبيرة قوي بقى صايع. انا مش صايع، انا اشطر منك وده اللي مضايقك مني. ده مش حافظ جدول الضرب يا معلم. اسألك سؤال؟ اسأل. 70 في 120 بكام؟ 7 في 12 على 84 وحط الصفرين يا معلم. اسألني في حسبة جامدة كده عشان اعرف اجاوب. هلا. طب 6 غسالات الواحدة ب 235 وسبع سخانات ب 172 يبقى كام الضربية كلها؟ يبقى كله 2614. يا ابن العفاريت عرفتها ازاي دي؟ انت ابن عبد الرحمن العتالي يالا؟ ايوه ما انت عارفني اهو. بس انا اسمي عبد العزيز. زيزو يعني. بس ابويا مش عتال. بقى صنايعي كهرباء. دبلوم تجارة قد الدنيا. تشتغل معايا؟ لما احب ابنك عاصم يديني على قفايا كل يوم ابقى اجي اشتغل معاك يا معلم. انت بس وصي صبيانك ما يضايقونيش وانا بسرح كبير الحته.
انت بقى بتسرح بيه بالظبط؟ الحقن يا زيزو، الحكومه جت واخدت عربيه الكبده. يا نهار اسود، لا مؤاخذه يا معلمين، تعال تعال. الواد ده لو ما عملش قرش كويس في 10 سنين هيبقى في السجن. هو ده اللي قدرت عليه يا شيخ؟ اتشطر الاول واحفظ جدول الضرب. والله ما قعد لك في المحل. استنى يا شرشاب يا صغير، يلا. يا سبحان الله، الواد لما بيقفش يبقى زيك بالظبط، تقتله بس ما تصغروش. طبعا. السلام عليكم يا عم مفتاح. خد بعضك وهوينا، احسن المره دي فيها قضيه. هوي بس اخد العربيه دي، المرزقانه بتاعت اكل العيش يا بركتنا. يا ابني قلت لك الصح قبضت على العربيه وفيها قضيه، يعني المره دي هياخدوك على الاحداث. احداث وكبرنا عم مفتاح موجود، المامات محفوظه برضه يا عمنا. صباح الخير يا مفتاح. صباح الخير يا باشا. مش ده الواد زيزو بتاع عربيه الكبده؟ ايوه يا باشا هو. وريني بطاقتك. يالا البطاقه في السجل المدني يا باشا، ناقصتها 3 سنين وتطلع. تهزر يا روح امك؟ يعني انت عندك 13 سنه دلوقتي؟ 13 سنه وبتبيع كبده حمير يا معفن؟ امال لما تكبر شويه هتعمل فينا ايه يالا؟ مين قادر يسرحك؟ كبده حمير ايه يا باشا؟ دي كبده بلد زي الفل. كبده بلدي يالا؟ كبده بلدي وتبيع السندوتش ب 10 سنه؟ حطه في الحجز لغايه ما يقر مين اللي مسرحك، وبعد كده يتعرض على النيابه. امرك يا باشا. امرك ايه؟ ما تروق امال يا عم مفتاح. تعال تعال تعال. ما تروق امال يا عم مفتاح. اروح اقول لابوك يا زيزو؟ قلت لك لا، خد الجرايد انت والفلوس وروح انت، وانا جاي اخر النهار. مش برضه اخر النهار يا عم مفتاحه؟ لو عاوز تروح اخر النهار تبقى العربيه دي بقى مش بتاعتك. وكتاب اللي انا هبتاعه بس ما ينفعش اسيبها، صاحبها يقطعني. خلاص بيعها واخلص. ابيعها لمين بس؟ بقول لك مش بتاعتي. طب تعالى بس استلم يا شبر. استلمي بس يا عم الحاج، انا عندي درس بعد ساعتين، مش فاضي للحجز. بس ياض. صباح عصر. قلب نفسك ياض. انا معيش فلوس بس ليك عندي سبوبه عصر. انت هتعمل معايا سبوبه ابن العتال؟ سبوبه ايه دي ياض؟ عربيه الكبده اتاخدت. ادفع 100 جنيه وخدها دلوقتي وانا هديهم لك 150. ماشي؟ 200 جنيه. افتحوا. ماشي ياض. بس عارف لو بتقفلم عليا هعمل فيك ايه؟ هعلم عليك. عيب يا عم شاب، يلا شوف شغلك بقى انت وطلعني من هنا. ماشي، بس قبل ما اطلعك من هنا عندي ليك شغلانه زي اللوز. وانا صدقت، بس بعيد عن الصرف. اديك عربيتين تشغلهم. بس انا ما بعرفش اسوق. مش عايز سواقه. عربيتين ياض هتنقل بيهم البضاعه من المخازن للمحلات والزباين وحاجات كده يعني. طب وهتاخد مني كام في اليوم؟ يبقى الحال عجبك، نجرب ونشوف. وانا معاك بس تبقى في ظهر. استبينا ومنطقتك شارع عبد العزيز. بس انا بقى ما بيحبش ينزلني هناك. هكلمه. اصل فتيحه ومال. انا كمان بحب شارع عبد العزيز. عايز سيجاره تانيه؟ سيجاره تانيه. ماشي يا زيزو. هو ده اللي حصل يا معلم. الغساله يا اخويا خدتها من عندكم وما عداش عليها جمعه وباظت واتحرقت، واديني جايبها لك بره عشان تشوفها بنفسك وتشوف لي حل. انت زفت انت. اه يا سيدي المعلمين. قصر يا ابني يا سيدي المعلمين بلا بتاع. شوف الهانم تاخد الغساله اللي بره دي ترجعها، انا هتكلم انت وتديها ادع غساله بورقتها. فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي المعلمين. يلا غور. ولو عايزه فلوسك يا حاجه انا ممكن ارجعها لك، خد الغساله برضو. ان شاء الله تسلم يا معلم يا كبير المعلمين. والنبي ده انا كنت عشمانه فيك وهو عشمي طلع في محل. وانا هسكت لهم. طب استني اسماعيل. الو يا هندسه. لا انت توجي تاخدوا بقى كل الطلبيه بتاعتكم بتاع الغساله. ايوه طبعا. الله، انا زبوني ده لا مؤاخذه على راسي، اشيله على راسي من فوق. انا ريس مالي ايه؟ سمعتي هتبوظوا لي سمعتي بلاها. اما تبقوا توضبوا المصنع الجديد وتطلعوا الطلبيه الجديده نبقى نتعامل معاكم. مع السلامه. مرضية استكن. واللي خلق الخال. انت احسن تاجر في شارع عبد العزيز. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا كبير يا بركه. يخلي لك عيالك يا اخويا. تسلمي. يا ابن اللعيبه يا صايع يا قونطجي. وانا اللي بقول على نفسي منخدع.
هو ده اللي باخده منك. اسمع يا راي، انا عايزك تفك ايدك شويه مع الصناعيه عشان تطلع عينهم وهم يعملوا لي حاجات بايظه، وانا افضل طول النهار ارد مع الزباين. ها يا عم، حته بايظه من وسط ما تفرقش. بس بقول لك ايه، اعمل حسابك بقى، كل حته بعد كده فيها زياده 5 جنيه. اخويا يعني من جيب ابونا، هو الزبون بيدفعه. المره الجايه بقى غشيم واحنا بنعمل الفيلم ده قدام الناس تبقى تخف ايدك عليا شوي. مش معقول كده يعني. ما انت برضو اللي زودتها شرشابي ومسكت الواد بتاعي ضربته. يا واد افهم الفول، لازم الشارع كله يبقى عارف ان احنا متخانقين، قرشين ملح بعض. ليه؟ عشان الزبون اللي يكرهه اللي يجيلك، والزبون اللي يكرهك يجيني انا. يا منطق يا صايع. ولا عايز 100 واد يتنططوا حوالينا واللقمة تتقسم علينا كلنا؟ اعقل بقى. اقول لك ايه، خد يا عم الحته دي خليها معاك، بكره الجمعه ها بوجب معاك اهو. هات 10 جنيه 10 جنيه حته واحده. طب اقول لك، قول لي جدول الضرب وانا اديك 100. مش عارف الزفت هتجيبه ولا لا. خلاص يا عم ما تزعلش نفسك قوي كده، خد ده انت هتبقى ابدع معلم في الحته دي كلها. لا انا عايز اطلع ظابط. يا ظابط يا خابت. الله، لا ظابط غصب عن عيني. ولعلمك بقى، اول قضيه هيعملها هعملها لك بالبن اللي معاك ده. ما انا هقول ان انت شيك وبنشرب سوا. ابي هقدر ابوك هتعمل كده، احبسه هو لوحده. ما تسمعش الكلام اللي بقوله ليه يا ولد العفاريت انت؟ قسما بالله لا اديك عنك تجاوبك على الجنان اللي في راسك. يوه في ايه بس يا عبد الرحيم؟ مش قلت لك ما تقولش لابوك يا عيل انت؟ هو دي اللي هتفكر فيها يا ولد الفرتوس انت؟ اهنا بس، ايه اللي حصل يا عبد الرحيم؟ جايبه من الجسم يا ام المحروس. مسبتي اسمي يا ولا؟ والله يا ابو اول واخر مره. هي مره واحده هتعرفك على السوابق والمجرمين عشان لما تكبر تبقى زيهم. والله يا ابو انا فهمت خلاص، وما عدتش اعمل حاجه تدخلي الاسم تاني. هي كلمه واحده وما عبولهاش تاني. تروح مدرستك ودرسك وتراخي تقعد في البيت للمذاكره وبس. ولو ما فهمتش كلامي ده هعلقك في السقف وهفضل اضربك لحد ما تموت. خلاص يا ابو الله انا فهمت، هروح الدرس واجي جاي اسمع عادي. سلام عليكم. اهدى بس يا عبد الرحيم عشان تعرف تنام لك ساعه. اهدى تنام كيف يا عواطف والولد هيضيع؟ لو ما قدراش عليه اجي اقعد جنبيك في البيت لازم ما نشحت اللقمه ونقول لله يا محسنين. ايده محسك في الدنيا يا اخويا. زيزو واحد طيب وفهم كل كلامك وتاب وما عادش يعمل كده تاني، ولو عملها انا هقول لك يا اخويا. بس ايه ده يا عبد الرحيم؟ المره دي جت سليمه يا عواطف، المره الجايه هيحصل ايه؟ ايه ده؟ انت لسه بتعملي واجب؟ استنى انا جايه اهو. انت ما بتعمليش واجب في شقتكم ليه؟ ما انت عارف ان امي عيانه وطول الوقت طلبات. ابوك كان بيضربك صح؟ لا لا لا، ده كان بيضرب اخويا الصغير. بس انا سامعاك وانت بتقول حرمتي يا بابا. يعني انت تعملي واجب غلط وكمان تتلمضي؟ فين ده اللي غلط؟ ده كله صح. كله صح يعني جمع كلمه شر اشرار؟ طبعا يا بنتي طبعا. ايه جمع كلمه شر؟ شرور. اشرار دي الجمع بتاع شرير. تراهني انها صح؟ مش هراهني، بس قبل عايده اما تضربك في الحصه هضحك عليكي بصوت عالي. ماشي؟ استنى انا جايه اهو. ايوه كده اسمعي الكلام. انا قلت لك 100 مره ما تفتشش شنطتي. وانا قلت لك 100 مره مالكيش دعوه بقلمي وحاجاتي. وده مش قلمك. لا قلمي. انت طول عمرك اناني، ولما بابا يطلع من المكتبه هقول له عليك. انت فاكريني لسه عيل صغير اخاف من بابا؟ ولو ما احترمتيش نفسك يا بنتي ايدي عليكي، فاهمه ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا غبي انت؟ انا مش غبي. اخرس ولا كلمه. اللي يضرب اخته يبقى غبي متخلف. عاجبك كده يا ست الدلوعه؟ لو ماما كانت عايشه ما كانتش سابته يعمل فيا كده. لا يا حبيبتي لا لا ما تقولش كده، ده برضه اخوكي. اه بقى اقعدي عيطي له عشان يطبطب عليكي ويزعق لنا. انا ماشي. راح فين يا ولا؟ ولا يا صالح راح فين؟ كل مره انا غلطان. معلش معلش يا حبيبتي، اخوكي بقى وحس انه كبر وصوته تخن مش انا ابوه. ده كان هيجي اكسر لك دماغه. انت بقى حبيبه بابا. ما انا كمان يا بابا ما بقتش صغيره ولازم هو يفهم كده كويس. ده كان هيضربني بالقلم. لا 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 يضربك ايه؟ هو يقدر.
يلا بقى يا حبيبتي عشان نلحق نروح الدرس. مش انا هعمل واجب وانزل. انا هعزمك عبد العزيز النهارده على حمص الشام بالشطه والليمون. طب ما تخليني اعزمك يابا، انا معايا فلوس. لا خليها علينا المره دي يا معلم عبد العزيز. هات اتنين حمص الشام يا ريس. لا غالي. وكتر الشطه والليمون. ربنا يخليهولك ويبقى دكتور كبير. اقعد يا عبد العزيز. يعني جبتك هنا النهارده عشان اتكلم معاك راجل لراجل. بعيد عن البيت وعن اخوك الصغير وليد. عايزك تسمعني زين. اللي زينا يا ولدي صغيرين في عينين الناس. ما انا هكبر يابا وابقى كويس. مفيش حاجه هتكبر اللي زينا غير العلام يا ولدي. طب ما انا شاطر في العلام اهو، وما انت مش شايفني كبير ليه؟ انا شايفك كبير ومليح يا عبد العزيز، بس انا قصدي تفضل شاطر على طول لحد ما تاخد الشهاده الكبيره. انت قدامك مستقبل كبير، وخوفي عليك من شارع عبد العزيز وشغل السريحه ده هو اللي خلاني ازعلك النهارده. وانا ما ازعلش منك يابا، وما تخافش عليا، انا هبقى كبير قوي. كبير بالعلام يا ولدي. عايزك تبقى دكتور كبير وتعلق يافطه، مش بياع سريح في الشوارع تدور عشان القرش. طب ما القرش بيجيب قرش يابا، لكن العلام ده. العلام هو احسن حاجه للي زينا، وما تبقاش راسك ناشفه زي جدك كده. جدي؟ هو جدي ده شكله ايه يابا؟ انا عمري ما شفته ولا شفته قريب. هو انت ليك اخوات زي ما انا ليا اخ كده؟ امال يعني قطفوني من على الشجر يا عبد العزيز؟ طب ما توديني ليهم يابا؟ هما في الصعيد؟ خلينا في المهم. انت بتحب ابوك ولا لا؟ بحبك قوي يابا. وعارف ان ابوك هو اللي رباك وكبرك وعلمك؟ انت واخوك وقرايبينك اللي ما تعرفهمش دول هما اللي هيجوا لحد عنديك ويتباهوا بيك انت واخوك. وهيجوا لحد عنديك يقولوا لك احنا محتاجينك. فهمت الكلام يا عبد العزيز؟ انت تعبان ولا ايه يابا؟ لا يا ولدي، بس جنبي مزعلني حبتين. دي كانت اول مره ابويا يحسسني فيها اني كبرت ويكلمني كلام رجاله. اكتشفت طيبه قلبه اكتر من اي يوم قبلها. ياه وحشني اهو الراجل ده. السلام عليكم يا معلم عبد الرحيم. عليكم السلام يا دكتور زيزو. جايب لك المره دي لحمه. مره واحده لحمه؟ سيبك يا بابا اللي في ايدك ده وتعالى كله. ومضي لي هنا الكراسه بتاعت متابعه امتحانات الشهر منوره كلها درجات نهائيه. طبعا درجات نهائيه. بسم الله ما شاء الله. لا ولد عبد الرحيم الف مبروك يا ولدي، الف مبروك. دايخ يا عبد العزيز. في ايه يابا مالك؟ لا ما تخافش، سندني اقعد على الكرسي يا ولدي. ده انت سخن ووشك اصفر خالص يابا. انا هروح اجيب تاكسي ونروح على البيت. ما تخافش هبقى زين يا ولدي، هبقى زين. ما تخافش، مش هتقول لحمه عاد. يابا انت دايخ ووشك اصفر اهو. استنى رايح بقى لحد ما اروح اجيب التاكسي. كملها بالستر يا رب. خش يابا، خش على مهلك. سلامتك يا عبد الرحيم، سلامتك من كل غادي يا اخوي. تسلم يا ام العيال، ودوني الاوضه عايز ارتاح شويه. حاضر حاضر. اه بابا مالي يا ماما؟ بابا زي الفل يا وليد، هياخد الدواء ويقوم بالف سلامه يا اخوي. انا هروح اجيب الدواء بسرعه. استنى يا عبد العزيز، خد فلوس معاك يا ولد. معايا فلوس يابا، ما تخافش. الحقيقة عواطف، اديله فلوس قبل ما يمشي. طب بس انت حمل عليا، حمل عليا يا عبد الرحيم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، بخير؟ معاك روشيتا؟ أنا بس جاي أسأل في حاجة، هو اللي يروح للدكتور ويقول له عندك فشل كلوي، يبقى معناها إيه؟ فشل كلوي يعني معناه إن الكليتين بتوعه ما بقوش يشتغل، علشان كده بيروح المستشفى يغسل كليتينه مرتين في الأسبوع. وبعد كده بيخف؟ لا، مفيش مريض بيوصل للغسيل الكلوي ويخف تاني، أو كليتينه يرجعوا يشتغلوا تاني. بيموت؟ الأعمار بيد الله، بيعيش لحد ما ربنا يقول له خلاص كفاية. يعني بيموت بعد قد ايه كده؟ لا ده انت بقى تقول لي ايه الموضوع بالظبط والا هدفعك فلوس على الاسئله اللي انت بتسالها دي. هدفع. ممكن حضرتك تجيب لي الدواء اللي في الروشيتا ده؟ ابوك؟ هيموت يا دكتور؟ ها
هيموت ايه بس؟ هيخف ويبقى عال ويبقى كويس، ما تقلقش انت بس. بس انت لسه قايل ان الكليتين مش هيشتغلوا تاني. ايوه ما هيتعالج وياخد الدواء يبقى زي الحصان. هو عنده كام سنه؟ انا ابنه الكبير. الدواء بكام يا دكتور؟ $75. 75؟ طب هو انا ممكن اخد نص الدواء والباقي لما اجيب باقي الفلوس؟ مفيش مريض بياخد نص الدواء، المريض بياخد الدواء كله. لكن هقول لك على حاجه، هات دول والباقي هيبقى دين عليك، تحوشه وتيجي تسددهولي. اتفقنا؟ اتفقنا. انت اسمك ايه؟ زيزو. وانا والله العظيم ما هتاخر عليك وهجيب لك الفلوس بكره. طيب يا سيدي، وخد بقى ال5 جنيه دي علشان تروح بيها. متشكر يا دكتور، بس حضرتك ممكن تلغي السعر اللي على الدواء عشان ما حدش يعرف ان عليا فلوس، وانا والله العظيم هجيب لك الفلوس بكره. سلامتك سلامتك يا اخويا، الف سلام. والنبي غمة وحتزول وهتبقى زي الفل ان شاء الله. كل اللي يجيبه ربنا زين يا عواطف، بس ده فشل كلوي. عارفه يعني ايه؟ يعني امر الله، وربك هو اللي جاب وهو اللي هيحوش. عبد الرحيم كان نفسي اشوف ده عبد العزيز دكتور يا عواطف. هتشوفه هتشوفه وتتهنى بنجاحه كمان يا عبد الرحيم. امال هو فين دلوقتي؟ هو راح يشوف الواجب بتاع القبله من عند لبنى زميلته وراجع طوالي يا اخويا. ما قالكيش الدواء بكام؟ الفلوس كفت وفضل منهم 5 جنيه كمان. ربنا يجعله بالشفاء يا عبد الرحيم، وتقوم بالسلامه كده وتفتح ورشتك ان شاء الله. لازم اقوم يا عواطف، باب الرزق الوحيد اللي لينا لازم ان يفضل مفتوح. وهيفضل مفتوح بحسك ان شاء الله. هقوم بقى اجيب لك الاكل اللي قال عليه الدكتور عشان تاكل كده وتتقوى وترم جدتك شويه كده وتقوم تشوف شغلك يا عبد الرحيم. ربنا يخليك لي يا عواطف، تسلمي لي، بس ما تكتريش في الاكل، ماليش نفس. ولما يجي عبد العزيز خليه يجيني، عايزه. حاضر حاضر يا اخويا. انت ما ضبطش من الجرح العظيم يا له. انا كنت ناوي اعلم عليك، بس خلاص هسيبك لو اشتغلت معايا. اشتغل معاك عتال يا ابني العتال. لا ابويا، لو غلطت فيه هموتك. لو شغال خد لك عربيه زي دول واسترزق بقى وكل عيش بدل ما تفضل صايع كده. ما عطلكش، وبرضه مش هتشتغل في شارع عبد العزيز طول ما انا فيه. لا اشتغل يا روح امك، لان تبع الكبير، انا تبع عم شبر والعربيات دي بتاعته. انت كذاب، وانت لسه وصلك لشبر اساسا. كان زميلي على البرش يا بابا. يلا خد العربيه دي وصلها لمعرض المعلم قنديل، واللي ترزق بيه ابو اسد 50-50 يعني. 50-50 ماشي يا زيزو، بس اللي زحم بقى منطقته ما يسلمش. لا كبير يلا، بس في اللي اكبر منه. يلا ونتقابل على الناس يا بكر. هو زيزو لسه ما جاش يما؟ لسه يا وليد، ولو ابوك سأل عليه ولقى لسه بره هيزعل منه قوي. اروح ادور عليه. ادور عليه فين؟ شارع عبد العزيز. وبيعمل ايه في شارع عبد العزيز؟ بيشتغل هناك زيزو، عشان بيعرف كل الناس هناك بيشتغل معاهم. وبيشتغل معاهم في ايه بقى؟ يبيع جرايد، كبده، يبيع مناديل، يحمل كراتين. الله يسامحك يا زيزو، بقى بعد ما ابوه ضرب عشان الشغل ده يروح يشتغل تاني؟ لو سبتيني اروح له هجيبه واجي معاه. اقعد بقى دلوقتي الدنيا ليل. سكه يا خال، اسف يا عم. وعليك يا معلم، انا كنت بدور عليه. ايه يا مساء الساعه عفوا، ناوي تخلع؟ لا ماليش في الفعل وعلى العتال. يا ابني يا ابني، ده احسن من العط والحنجله. هودي البوتاجاز زمان زي الحاج علاء وتعال خد عربيتك. طب فين الفلوس اللي لميتها يا روح امك؟ انت مش خايف الناس كده اللي علم عليك؟ يا ابني انا عفاريت بتلعب في دماغي بمفاتك. تبقى كده جبت لنفسك وهتتقد. يا ده هو لازم ادبخ عشان تحترم نفسك؟ هات الفلوس يا فلوس. غور كتك غورة. ماشي يا زيد، وهوريك. وشاوره مستنيك على ناصي عشان يلف. يا عم روح. ايه ده، امال عم لطفي فين؟ بيصلي العشاء. طب اي خدمه يا جميل؟ ربنا يخليك يا زيزو. طب معلش بس خلي بالك من العربيه دي لحد ما اجي.
هي دي اللي كنت باجي الشارع عشانها، هي دي الفراشة اللي حببتني في شارع عبد العزيز. لبنى يا معلم، يا معلم ماشيني ورايا شغل. عايز ايه يا واد انت؟ فلوسي ال 20 جنيه. انت 20 جنيه لك انت؟ مش اشتغلت لك بيهم يا معلم؟ ما قلت لك 20 نقلة من المخزن لهنا. خد ياد وحل عن سماي. يا معلم بقول لك 20 نقلة لما ظهري طقطة. ظهرك طقطة ولا رقبتك تتقطب حتى اعمل لك ايه؟ غوري انا من هنا انا. يا معلم حرام عليك، ده اللي ياكل عرق الغلابة ربنا مش هيسيبه. عرق الغلابة؟ انت بتجيب الكلام ده منين يعني؟ غوري انا من هنا. والله العظيم اجيب مهلول يعلقك من رقبتك، خد. يا معلم الفلوس دي انا هجيب بيها ده ولا ابويا، ربنا يكفيك شر المرض وذله. بتصيح عليا انا؟ ده ولا ابوك وبيتنا هيقع وربنا يكرمك، غوري انا من هنا. يلا. ماشي يا معلم، وانا في الخدمة. سلام. الحمد لله 57 جنيه ونص. الحمد لله رب العالمين 57 جنيه ونص. مظبوطين يا قد. يعني اللي سمعته عنك صح يا زيزو، بتسمسر وتأكش من ورايا يا شبرو. ما تسمعش كلام بكر، الفلوس دي عرق وشقاية. الفلوس دي مش بتاعتك يا قد، والعربيتين دول ما يلزموكش بعد النهارده. يعني ايه يعني؟ هات الفلوس يا عم. انت بتعمل ايه يا ابن المجانين؟ بتعمل ايه يا قد؟ انت عارف اللي مد ايده على انت فاهم ده يا قد؟ انت فاهم يالا؟ بتعمل ايه؟ خد دي للذاكرة الخالية ده وخد دي عشان ما تنسانيش. ماشي يا شبرو، بس انا مش هسيب حقي، والفلوس اللي انت واخدها دي عشان تبقى عارف انا جايب بيها دواء لابويا ولسه ما دفعتش حق. يعني انت جاي بتاخد الدواء من بق ابويا وانا مش هسيبك، وكتاب الله ما هسيبك. ما صدقش يا شبرو ده من الايمة. انت هتغني عليا يا قد؟ ما ابوك كان زي الجن الاحمر. خلاص اهدى يا قد، ما انت كنت عامل سبع رجاله في بعض. خلاص اهدى بقى. ماشي، لو مش مصدقني تعالى معايا الصيدليه وانت تشوف بنفسك. ماشي هاجي معاك الصيدليه، بس عارف لو طلعت بتقفلم عليا هعمل فيك ايه؟ عارف هعمل فيك ايه؟ هكيل لك تاني. يلا فوت قدام، فوت قدامي. اتفضل يا بكر. امشي اقعد قدامي، بس عارف لو طلعت بتقفلم عليا هكيش لك تاني. خش. ايه يا زيزو مالك؟ خناقه ولا ايه؟ قول لهم، قول لهم يا دكتور انت ليك عندي كام؟ اصل اشتغلت معاهم عشان اديك الفلوس وعايزين ياكلوا حقي. هو خد دواء ب 75 جنيه دفع منهم 30. انتوا ايه ضاربينه ولا ايه؟ هنضربه ليه بس يا دكتوره؟ ده الواد بتاعي وبعلمه وبنصحه. هو لا مؤاخذه ابوه وعيان بيه. مش شغلك كده، حوار الفلوس خلص ما بيننا، بس لسه الحساب بيننا انا وانت يا شبرو، انت وبكر. متشكر يا دكتور. استنى زيزو عايزك تعالى. انت ايه رحت تشتغل عشان تسدد ثمن الدواء ولا ايه؟ مش قلت لك يا دكتور انا كبير ابويا وما كنتش اقف معاه في عياه، يبقى لازمتي ايه؟ سلام. استنى يا زيزو، خد الفلوس زيت وما تقولش للعيال اللي معاك ان انا اعطيتك اي فلوس، واعتبر ثمن الدواء الدفع خلاص. عيب يا دكتور، حق ولازم تاخده. خلي الواجب ده للروجيتا الجايه. السلام عليكم. استنى يا زيزو. عايز ايه يا شبر؟ امسك دول يا قد. مش عايز منك حاجه يا جدع. امسك ما تنشفش راسك. قلت لك مش عايز منك حاجه، وبرضه هشتغل في شارع عبد العزيز، بس المره الجايه هشيل معايا سلاح عشان لو مديت ايدك عليا هغزك، واللي يحصل يحصل. شايف اللي مضى يا شبرو؟ يا قد انت عيل مطقطق ومخك نور، وانا مستخسرك في السكه اللي انت ماشي فيها. عايزك تخش معايا على الشغل التقيل والقرش يجري في ايدك. المخدرات ماليش فيها، بس زي ما انا طلعت راجل معاك استرجل انت كمان معايا، واديني عربيتين اشغلهم، وابعد بكره عني عشان لو اتلايمت عليه هخليه يمشي على العكاز. ماشي، بس ما تطلعش عايل. انا صغير بس مش عايل يا شبر. ده عربون السكه الجديده، مش محتاجه منك غير تفتيح مخ ووقفه على الناصيه، فاهم؟ والحكومه احنا عارفينهم واحد ورا التاني. احنا عارفينهم لكن هم ما يعرفوش ابوهم. لو حبوا يوم للدفاتر بيلموا بتاع الصنف، ان شاء الله لو نايمين في بيتهم. سلام. هغزه. ايه؟ هغزه. خلاص اهدى بكر، معلش. ايه هتعمل فيه يا زيزو ده؟ عواطف يا عواطف، عواطف. نعمين يا اخويا. فين الولد عبد العزيز؟ عبد العزيز؟ ايوه. اصل هو جه من شويه يا اخويا وانا بعته مشوار. ما تكذبيش عليا يا عواطف، عبد العزيز لسه بره ما جاش.
ده بفهم بس في ايه يا عبد الرحيم؟ الدواء ب 75 جنيه ومشطوب على السعر عشان ما عرفش، لكن الحسبه في الروشتة قدامي اهي، وانت قلتي لي انه رجع 5 جنيه، يبقى جاب ال 40 جنيه منين يا عواطف؟ والله ما اعرف. تعالى يا ولدي، تعالى هنا. نعم يابا. قرب عندي هنا. يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده يا والد؟ في ايه يابا؟ في حاجة ناقصة من الدواء؟ تكذب عليا ليه يا عبد العزيز؟ الدواء ب 75 جنيه، جبت الباقي منين؟ ما انا ما هو 30 جنيه بس. تكذب على ابوك ليه؟ حرام عليك يا عبد الرحيم. اسكت خليه يتكلم، احسن اقوم اكسر عظمه كسير. اتكلم يا ولد. لما لقيت الدواء غالي اترجيت الدكتور يديهوني لحد ما اجيب له الباقي، بعد كده رحت اشتغلت واديته فلوسه وبقى معايا دول. قولي بس عملت كده يا ابني؟ ما انا ما قدرتش اشوف ابويا محتاج دواء ومفيش فلوس واقف اتفرج. مش انا ابنك الكبير برضه؟ والله العظيم انا ما عملت حاجه غلط، انا اشتغلت وكسبت الفلوس دي بعرق. والنبي يابا ما تزعل مني. ولما انت تشيل هم ابوك وعياه وانت في سنك ده، امال يبقى ابوك لازم يتوقف في الدنيا يا عبد العزيز؟ ما تخافش يابا، انت هترجع تشتغل تاني وانا هساعدك وهذاكر كمان. فهمت اللي قلته يا عبد العزيز؟ فهمت يابا، دي سهله خالص. اتفرج عليا بقى وانا بعملها لك في 5 دقايق. اهم حاجه نحط شوال تحت الغساله عشان ما تتخربش، ولا الزبونه تقول دي قديمه ومستعمله. عندك حق، دلوقتي نشط السير ونحرق على الاربع مسامير. زين، اهم حاجه الدايره الكهربيه يا عبد العزيز، الموتور والمفتاح وسلك الفيشه. ما خلاص بقى يابا حفظناها. 3 عيال يشبكوا يدهم في يد بعض ويعملوا فتاح يا ورده. اصبر يا اسمراني مين قاسك؟ منور الورشه والمنطقه كلها يا عم الحاج. ربنا يبارك لي فيك يا ولدي، شلت الهم من صغرك ووقفت جنب ابوك صح. قد انت الجمايل بس. يلا بقى سمعنا صوت الحلوه، عليا النعمه ما حد هيجربها غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، تسلم يدك يا ولدي. تسلم ايدي اللي علمت يابا. على فين يا ولدي؟ هروح بقى اوديها لصاحبتها واجيب بقيه الحساب. انت قلت لي هي دافعه لك كام؟ 50 جنيه وعلى مهلك وانت ماشي. ماشي. اه بقول لك. ها. انا هعدي عليك بعد ما اخلص هنروح نتغدى سوا. وامي عامله لك بقى شويه بوري، انما ايه هيخلوك تنور الليله دي يا عبد الحاج. يا ولدي خلاص ما عادش ما عادش ما عادش ايه؟ ده حتى عار على الصعيد كله، ده اللي يشوفك يقول لك بقى صغير. حقك عليا يا ولدي، حرمتك من كل حاجه وخطفتك من شبابك وايامك الحلوين. ما خلاص بقى يابا حفظناها. 3 عيال يشبكوا يدهم في يد بعض ويعملوا فتاح يا ورده. اصبر يا اسمراني مين قاسك؟ منور الورشه والمنطقه كلها يا عم الحاج. ربنا يبارك لي فيك يا ولدي، شلت الهم من صغرك ووقفت جنب ابوك صح. قد انت الجمايل بس. يلا بقى سمعنا صوت الحلوه، عليا النعمه ما حد هيجربها غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، تسلم يدك يا ولدي. تسلم ايدي اللي علمت يابا. على فين يا ولدي؟ هروح بقى اوديها لصاحبتها واجيب بقيه الحساب. انت قلت لي هي دافعه لك كام؟ 50 جنيه وعلى مهلك وانت ماشي. ماشي. اه بقول لك. ها. انا هعدي عليك بعد ما اخلص هنروح نتغدى سوا. وامي عامله لك بقى شويه بوري، انما ايه هيخلوك تنور الليله دي يا عبد الحاج. يا ولدي خلاص ما عادش ما عادش ما عادش ايه؟ ده حتى عار على الصعيد كله، ده اللي يشوفك يقول لك بقى صغير. حقك عليا يا ولدي، حرمتك من كل حاجه وخطفتك من شبابك وايامك الحلوين. السلام عليكم يا عبد الرحيم. اهلا يا شافعي. خير يا ولدي؟ ازيك يا راجل؟ طيب الحمد لله. المعلم قنديل عايزك ضروري في مصلحه. طب روح يا ولدي وانا جاي وراك. لا ده وصاني وقال لي هاته على ايدك ضروري ضروري. امري لله، هات يدك يا ولدي. يا هات المفتاح مقفل لك الورشه. لا يا ولدي الدنيا امان، الناس كلها عارفيننا واحنا عارفينهم. والله انت راجل طيب. يلا تعال. دكتوره لبنى.
اهلا بدكتوره لبنى، اجمل واحلى دكتوره في شارع عبد العزيز كله. ايه انت ما عندكيش محاضرات النهارده ولا مزوغه؟ تفكرني بالكلام ولا ايه؟ انت فين يا زيزو؟ ما حدش بيشوفك ولا قعدت بتسال علينا. وانا اقدر، انا بس مشغول مع ابويا شويه، اليومين دول صحته ما بقتش على قدها انت عارفه بقى، وبعدين لما بسيبه شويه العرق الصعيدي بينفر وينزل لوحده الشغل. هنعمل ايه؟ ماشي انا هعمل مصدقك، بس بقعد يعني، اصلك بتوحشنا. بت ايه؟ بتوحشنا حبيبي يا عم لطفي. يا مؤاخذه عمنا المعلم جاله مشوار طلع يقضيه اوام اوام. اتفضل يا سيدي، هو سايب لك ال 15 باكو دول وبيقول لك اهم شيء الغسالات يستلمها في ميعادها والباقي هتاخده ان شاء الله قبل الميعاد، هتستلموا البضاعه ان شاء الله. اهم شيء يكون شغل بيرفكس، ما يكونوش معيوبين وفيهم حاجه كده ولا كده. عيب يا ولدي، انا قفلت لكم شغلي قبل كده ورجع تاني، اهم حاجه الشغل بضمير. هستأذن انا ثانيه واحده، نضلنا الوصل ده بعد اذنك، انت عارف ان المعلم قدين نمك. حاضر يا ولدي. خد الكيس ده بقى شيل فلوسك فيه. تسلم يدك يا ولدي، ربنا يخليك. سلام عليكم. سلامة حبيبي، الف الف سلامة. ايوه معلمي. استلم الفلوس ومضى الوصل. يعني مضى كده تمام؟ لا وحياتك، قبل الاسبوع كل الغسالات هتبقى عندي. عندي بقى ولا عندك ايه؟ هتفرق ايه يا باي عليك؟ بس بقى نديل، عندي اللي عندك واحد، ما طول عمرهم واحد. يلا مع السلامة. الجعور، انت يا زفت يا اللي اسمك جعور. عمر يا معلم شرشابي. تلف الدنيا وتجيب لي شبره دلوقتي اهو من تحت قطيع الارض، يبقى هنا. اوعى تيجي من غيره. فريره فريره يا معلم، في دقيقة واحدة بس يكون عندك هو مجرور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلي عنه يا اسطى. ما تعرفش يا اسطى. ماشي يا عمنا، احنا بس كنا عايزين نساعد يعني. يا عم عبد الرحيم، مفيش حاجة النهاردة ولا ايه؟ بكرة بإذن الله هسلم البضاعة للراجل واضمن واجبضك الباقي اللي ليك. ماشي يا بركة، اللي عندك يزيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ابن حلال جو الراجل ده يا عبد العزيز. هو ابن حلال، بس الجنيه اللي بيطلع من جيبه بيتكتب له عمر جديد. انا كده تمام يا بابا. طيب قفل ويلا بينا. تسلم يدك يا ولدي. ربنا يكرمك يا بابا. عمل لك شويه شاي ولا تخش تنام؟ ربنا ما يحرمني منك يا ولدي، انا هخش ارتاح. تصبح على خير يا قاضي. وانت من اهله يا حبيبي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أبو ميشو، أبو ميشو يا عم، قلت لك ما تحاولش. طب ادعي لها. طيب يا رب تكبر. اطلع بقى بالحساب. احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش جنيه غير لما تدور. ماشي يلا يا ريس. تحب تجربها بنفسك؟ ايه رايك يا ابني؟ ليه انت عملت فيها ايه؟ دي راحت لثلاث ميكانيكيه وما عملوش فيها حاجه. عيب يا معلم، طالما جبت زيزو تبقى جبت التوكيل. ادفع بقى بالستير ويعوض الله.
مش كتير. ايه؟ في ايه؟ مالك يابا؟ انا كويس يا ولدي ما تخافش. متشكرين يا ريتشا. متشكرين. متشكرين يا رجاله. ايه اللي حصل يا حاج؟ كل حاجه راحت يا عبد العزيز. سرقولي، سرقوا البضاعة اللي كنت هسلمها النهاردة. تغور البضاعة يابا، المهم أنت تبقى كويس. خلاص يا ولد انتهيت، انتهيت. ما تقولش كده يابا، أنت هتبقى كويس وزي الفل. قوم معايا أوديك لأحسن دكتور في الدنيا. شيل حمولك يا ولدي، أنت كد هوزي يا ضربت جامد. أوبا. أنا كده خلفت راجل صح. يلم عظم أبوه لما يوجع. أديني البيت يا عبد العزيز. حاضر يابا، على مهلك يابا. حمل علي، حمل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشت يا عبد العزيز يا رجل البيت. مفيش راجل للبيت ده غيرك يابا. مالك يابا بس؟ ابوك زي الفل يابا. ابوك جبل. ويا جبل ما تهدك ريح. الريح كانت واعره قوي المره دي يا عبد العزيز. وجيه معاها ودي زلزال يا ولدي. حتى لو 100 زلزال يابا بكره تشوف. وليد عايزك تروح حالا لاشرف بتاع الاغذخانه تقول له عايزين دكتور لابويا دلوقتي حالا. لا لا يا عبد العزيز، مش عايز دكتور يا ولدي. احنا لازم نطمن برضك على جبل المقطم بتاعنا، ولا احنا هنفضل بقى نشيل كمان وكمان. حاسس بايه يا اخويا؟ حاسس انه بيتدلع علينا عشان يعرف غلاوته عندنا. اتوضى يابا، ولا تحب بقى اخدك دش عشان اعمل فيك اللي كنت بتعمله فيا انا وليد زمان. ما تستعجلش على الدش يا عبد العزيز. قلت لك ما تنزلش الورشه النهارده يا عبد الرحيم. الراجل زي الفل ياما، زي الفل اهو، وبامر الله من بكره الصبح هينزل ورشته كمان. الحمد لله. عشت لحد ما شفتكم رجاله ملول عين. وهتعيش لحد ما اتجوزكم يا عبد الرحيم. اخدت الدواء النهارده؟ خدته يا حواطي. يلا بقى هون عشان الراجل يصلي. يلا يا ماما. تعالي تعالي قولي. خليك جنبي يا عبد العزيز. هصلي واقول لك كلمتين يا ولدي. وانا هسيبك يابا غير لما ترسيني على كل حاجه. هرسيك يا ولد عمري. هرسيك على كل حاجة. الله أكبر. الله أكبر. وها ماله يا عبد العزيز؟ كان نازل زي الفل، ايه اللي حصل له يا ابني؟ مفيش يا ما هو هيبقى كويس زي الفل، مفيش ان شاء الله، بس مش هنقول له شويه اكل كده، لقمه كده، شويه شوربه هو هيبقى كويس. طب انا هروح اشوف له دكتور. استنى. ايوه يابا. ريح هو جسمك على السرير كده. ريح. انت زي الفل اهو. تسلم يا ولدي. مدي يدك في السريري وطلع المحفظه يا ولدي. ايه؟ احوش من ورانا ولا ايه يا عم الحاج؟ دي ورقة فيها تليفون عمتك رتيبة. وايه اللي فكرك بقرايبك اللي عمرنا ما شفناهم يا ابوه؟ هقول لك على كل حاجة يا ولدي، بس اللي يقول ابوك تفهموا زين وتنفذوا كيف ما سمعت ودانك كلمة كلمة. وأنا سامعك. سامعك يا سامعك بوداني وعقلي وقلبي كمان. زمان قام الطار بين عيلتنا وعيلة تانية ومات فيه رجالة كتير قوي لحد ما جه علي الدور. أنا متعلم وكاره حكاية الطار اللي ملوش نهاية دي. رحت لبوك جدك فضلي، قلت له أنا حشيل كفني واروح لهم.
جدك كان قلبه جامد، قال لي لو عملت كده يا عبد الرحيم أنا اللي هطخك بيدي. هربت يا ولدي من البلد ومشيت من مكان لمكان ومن بلد لبلد لحد ما رسي بينا الحال هنا. لما كانت الحياة هتضيق بيا كنت عايز أخد كل بلد تتدفوا بقرايبكم، لكن قسوة أبوي كانت تحوشني، خصوصا لما عرفت إنهم قتلوا ولد عمي مكاني. أمك ما تعرفش حاجة يا ولدي، أنت أول واحد يدرى بالحكاية دي، عشان كده عشت أنت وأخوك ما تعرفوش قرايبك ولا هم يعرفوكم، لكن آن الأوان يا ولدي تشوف قرايبك. تفتكر يابا ناس عملوا فيك كده ممكن أبقى عايز أشوفهم ولا أعرفهم أصلا؟ الراجل من غير أهل وناس بينداس يا عبد العزيز، بينداس يا ولدي. تفني في البلد يا عبد العزيز، هتغسلني وتكفني هنا وتطلعني على البلد جاهز، وانت اللي هتصلي علي اربع تكبيرات. بعد التكبيره الاولى تقرا الفاتحه، وبعد الثانيه تصلي على الحبيب زي اللي في التشهد، وبعد الثالثه تدعي لي بالرحمه والمغفره، وبعد الرابعه تدعي لنفسك وامك واخوك والناس اجمعين. يابا انت زي الفل، وهتنزل ورشتك كمان وحقك هيجيلك، وانا اللي هجيبه لك بايدي. لا لا يا عبد العزيز، لا يا ولدي، مش عايزك تفكر في الانتقام يا عبد العزيز. نار الانتقام ما هترحمش حتى اليد اللي ولعتها. تعال يا عواطف اقعدي. زعلانة مني في حاجة يا ام الحيل؟ اشكر ربك يا عبد الرحيم، وان شاء الله بكرة هتقوم بالسلام. طب تصدق بيا، انا شايفة لك منام حلو قوي، ليه انت قاعد في الورشة وناس ياما حواليك وكلهم بيشتروا منك والحال ماشي على الآخر. اشكر ربك، اشكر ربك يا عبد الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن ضحكت لك الأيام يا ولدي صاحبها وابتسم، اللي قلبه كبير كيف قلبك هيعيش والناس هتحبه. من مال عليك الحمل ميل وياه، الزرعة الذكية هي اللي تميل في وش الريح عشان تقدر تعيش. لكن جيبينك ملك رب العالمين يا ولدي، خليك لفوق، الرزق بالله مش بيد حد. وياك وولاد الحرام يا عبد العزيز، وابعد عن شارع عبد العزيز يا ولدي، زي موج البحر على قد ما يعطي هيسحبك. اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين عبد العزيز ولد أخوي؟ هو موجود. أنا وليد أخوه. وليد، طب فوت قدامي يا وليد وافتح الباب. اتفضل. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللي خلف ما ماتش يا ولدي. أنا وهدان عمك أخابوه ودول عمامك مندوه وعلي. البقية في حياتك يا ولدي. حياتك الباقية يا عم. هنكسر من فين؟ أبويا وصى يندفن في البلد. وأبوك هيوافق؟ لا إله إلا الله، وصية الميت واجبة. ما أنت عارف دماغ أبوك ناشفة ومش هيوافق. ما تعقدهاش يا وهدان، يمكن لما يشوف ولده يحن ليه ويوافق. عبد العزيز يا ولدي، جدك فضل حالف عليه من سنين لا يورث ولا يندفن. أبويا هيندفن زي ما وصى يا عمي. الأمر لله. طب بقول لك يا ولدي، ناخدوا الأمانة ونلحق الطريق عشان نوصل قبل الفجر نصلي عليه. لا يا عم، خرجت أبويا الصبح من شارع عبد العزيز. شد حيلك يا ولدي، شد حيلك. يلا يا ولدي، شد حيلك يا ولدي. يلا نشوف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جنازة مين دي اللي غيمت على الشارع كله؟ جنازة الحاج عبد الرحيم العتالة يا معلم. بتقول ايه يالا؟ تصدق ان انا افتكرتها جنازة محافظ العتبة. شيرش، اطلع كده بره معرضك وبص على الشارع. شوف جنازة عبد الرحيم بيك العتال. ايه؟ بتقول جنازة مين؟ عبد الرحيم بيك العتال؟ صحيح يا معلم، ده ابنه زيزو ماشي قدام الجنازة اهو. عقبال ما نمشي بجوازتك يا قنديل. عقبال ما احضر خرجتك يا شيرش والليله عندي. بقولك ايه، قابلني في الخن بالليل عشان عاوزك. يلا سلام. الله يرحمك يا حاج عبد الرحيم. صدق يا معلم، كان راجل طيب قوي طول عمره. وبعدين بقى هنسيب شغلنا ونقعد نعدد؟ الله، الحياه بقى من الميت يا جدعان. يلا انت قوم من هنا. حلوه يما الجنازه. حلوه وفيها بنت جنازة حلوة وجنازة وحشة. الراجل مات ولازم نترحم عليه. يا
هاكل الفرخه بتاعته كلاتها عدي له ربع جنيه. طب وانتوا هتاكلوا ايه يا ابو؟ يعني امك هنشبع لما انتوا تاكلوا تبقوا مبسوطين. عايز الربع جنيه بتاع الاول عشان اكل الفرخه بتاعته. يا واد بطل لمضه وكل الاول. الراجل لازم يبقى جامد علشان يقدر يشتغل ويدافع عن حقه. وقريها التالي يا ابو. عالتالي؟ عالتالي يعني شيان بتسأليه؟ اصل العيال بيقولوا لي ابوك عالتالي. ابوك احسن واحد في الدنيا يا واد راجل. الراجل اللي ما يعرفش يجيب القرش ما يقعدش مع الرجاله. الشغل مش عيب يا عبد العزيز. وانت اكتر واحد بتشتغل في البيت ده، عشان كده لازم تاكل عشان تبقى جامد. يعني جامد من غير ما اكل. انت بتلعبني ريست؟ هلاعب. ناكل الاول يا عبد الرحيم. استني يا عواطف اشوف الولد وعضلاته. اجمد يا ولد اجمد بقى. غلبني. برافو يا عواطف. انت بتتغلبني. لا تعال نلعب تاني. هلاعبك. المره دي انا اللي هغلبك. جامد جامد يا عواطف. الواد فرهقني. بارك عليك يا ولد. يلا يلا عبد الرحيم بقى. كل كل يا وليه. لو انا مش هتنيه على عيني واسكت بعد العلقه اللي رزعتهاني، لا اطلع من الدرس اعدي على شبرا اديله الفلوس واروح اتفق مع الراجل على عربيتين كبده تانيين عشان ادورهم في الشارع. طب جبت الفلوس منين يا عبد العزيز؟ من التنطيط بقى في الشارع يجيني شمال يابا، شويه بيع مناديل وشويه جرايد، هي كانت بترزق. كل مرة سألتك فيها عبد العزيز عن سبب جريك ورا الفلوس ما كنتش بسمع منك جواب يريحني. يا ترى دلوك هتقدر تجاوبني بعد ما هملت دراستك وحتى الدبلوم اللي دخلته مش راضي تكمل؟ في الأول كنت بقلدك، كنت عايز أبقى زيك يابا. إيديا تخشاني وأدوق شوية من طعم الشقة اللي أنت دايقه. وبعد ما قفشت قرش الأحلام كبرت. أنت راجل طول عمرك شقيان يابا، ما ارتحتش لحظة، وأنا بقى نفسي ترتاح. نفسي أشوفك كده قاعد على القهوة بتشرب حجر معسل وشوية شاي. نفسي أجيب لك اللي أنت عايزه يابا، أحط بين إيديك كل اللي بتحلم بيه وتتمناه. وبعدين إحنا خلاص داخلين على زمن الجنيه، والجنيه مالوش صاحب. معاك معاك، عليك عليك. معاك حق يا ولدي، الناس بقي وحوش والقرش بقي هو معيار الشرف والأمانة والكرامة، لكن لقمتنا الفقيرة دي يا ولدي ربك بيبارك فيها قوي عشان من حلال. الشريف هيفضل طول عمره شريف، واللي جاب فلوسه من حرام هيفضل قلقان على بكرة وحاقد على الغلبان اللي عاشها بشرف وأمانة. العبرة في النهاية يا ولدي براحة الضمير، عشان كلنا هنموت وهنقابل رب عادل هيسألنا عن كل حاجة، واللي ينسى انه هيموت يبقى يعمل ما بداله. خاف من الموت يا عبد العزيز، خاف من الموت يا ولدي. رجعت دارك ميت يا عبد الرحيم، خفت من الموت وشلت العار. مقدر ومكتوب يا جدي، واكرام الميت دفني
هاتوا المأذون يا ولد. مأذون يا ابوي؟ احنا بنقول لك لسه ما خرفش يا وحدان. قلت هاتوا المأذون من سكات. ايه لازمه المأذون دلوقتي يا جدع؟ ابوك انحرم من الورث وهو حي، لكنه خلفك لاجل ما تشيل حموله، واذا كنت ناوي تدفن ابوك هنا يبقى لازم تتجوز بنت عمتك رتيبه دلوقتي. قلت ايه؟ بس انا جاي ادفن ابويا. مع اسا حديت كتير، هي كلمه يا يا لا. ولو ما اتجوزتش بنت عمتي يبقى تاخد ابوك وتدفنه مطرح ما جيت. يا جد ابوس ايدك، دي وصيه ابويا انه يدفن هنا. الوصيه وعدل ربنا فوق رجبينا يا ولد عبد الرحيم. ابويا قبل ما يموت حكالي. ابوك حكالك اللي يعرفه، لكن انا اقول لك اللي ابوك ما يعرفوش. لاجل ما يعيش وخلفك فيه راجل من دمنا انقتل مطرحه وفات وراه ارمله حزينه، وزي ما وصيه ابوك واجبه عدل ربنا هيقول انك تشيل حمول ابوك وتتجوز ارمله اللي مات مطرحه ودلوقتي وقبل ابوك ما يندفن. قلت ايه؟ عدل ربنا وكلمتك يا جد سيف على رقبتي، وانا اعمل اي حاجه عشان انفذ وصيه ابويا. نادى على المأذون يا وهدان، هترجع بمقوطك وشوار اجكال. ماشي اللي تشوفه يا جدي. طار ابوك واجب عليك يا عبد العزيز، وكيف ما تصليت عليه لازم تاخد بطاره. حق ابويا عمره ما حيروح، حق ابويا في رقبتي. مع السلامة يا عبد الرحيم، مع السلامة. اللي خلف ما ماتش يا ولدي. يلا يا رجالة. هو هتكون اتخضيت من الموكب اللي اتعمل في الشارع بتاع الصعايدة ده. سيبك من الميتين بقى وخلينا في الصحيين. ليك عندي مصلحة، إنما إيه؟ لوز مقشر. يلا خش بينا على اللوز المقشر. بص بقى، سيبك من المضروب اللي بره وخليه يبقى بيننا إحنا الاتنين. أنت باين إن دماغك لسعت، الحجرين كانوا نفوخك. أنا قايم يا عم. يا عم ما يبقاش قلبك خفيف كده. مين ده الواد اللي قلبه خفيف؟ الشرشابي عمر قلبه ما كان خفيف. لازم تفهم ان احنا لنا اسمنا في السوق، احنا اكبر تجار في شارع عبد العزيز، لازم نخاف على اسامينا. صحيح احنا نفسنا ناكل الدنيا كلها في بطننا، يعني ممكن نزنق على بتوع القطاعي، نيجي على العيال الصغيرين، لكن كده يبقى عيب. وبعدين ما تنساش كمان ان انا ليا ابن ضابط شرطه. انت فاهم يعني ايه ضابط شرطه؟ فاهم يعني مش لازم ابقى بدور على اسم انا لوحدي. فاهم لازم ابقى كمان خايف على المستقبل بتاع ابني. فاهم، بس فهمني، ومين قال لك ان في حاجه هتبقى باسمنا او هتبقى موجوده في محلاتنا؟ امال ايه الحكايه يعني؟ بص انا نقي واحد على الفروزه، كل حاجه هتبقى باسمه والبضاعه كله. احنا كل اللي علينا بقى ان احنا هنوزع الصعيد والمحافظات وكله كله. خلي بالك بس ان شاء الله نوصل لجنوب الكره. كره؟ طب واحنا ايه اللي غصبنا على كده؟ القرش خفيف، التايواني دلوقتي ملا اوروبا واتباع رخيص، يبقى المضروب بالنسبه لنا ارخص. اقول لك بقى ليه؟ هنوفر بقى شحن، وهنوفر جمارك، وهنوفر حاجات كتير قوي قوي. خير بقى الناي؟ احنا اما نوفر كل ده يبقى بعد كده كل حاجه بقت بتاعتنا احنا الاثنين. وايه؟ والزبون بتاعنا انا وانت بيحب ايه؟ الرخيص، صح ولا لا؟ طب اما انت مالي ايدك قوي كده؟ عايزني في ايه؟ محتاجني في ايه؟ ايدي في ايدك وظهرك في ظهري يسند. بعدين ما تنساش بقى عندنا صبيان كتير قوي، بق مفتوح عايز ياكل. غير بقى ان احنا عندنا مشكله الضرايب يا حبيبي كتير علينا قوي، صح؟ فكر بقى وقول لي هنعمل ايه. يا
فلقد علمت بأن عارف يا ولد انك حزين، وعارف كمان انك جدك خربط لك مخك بالجوازة اللي ما كانتش على البال دي، ولو زعلت عندك حق، بس ها الكبير كلمته عندنا حكم يا ولدي، وجايز هو شايف حاجة احنا ما نشوفهاش، وعارف حق احنا ما نعرفوش. ما تعرفش الخير فين يا ولدي؟ كله يهون يا عم لاجل مدفن ابويا في ترابه. هو قالها، مش عايز اعيش غريب واموت غريب. بس انا يعني لما جيت هنا لقيت له اهل وعزوه وناس زعلت، حسيت قد ايه الراجل ده اتبهدل وشقي وعاش لوحده. ابويا يا عم كان عامل زي واحد مسافر خد القطر ومعرفش ينزل منه، تاه في نص الطريق، عرفش هو رايح فين ولا جاي منين، نسي حتى ان في يوم من الايام كان مسافر. كان عايز يعيش، اي حاجه كانت ممكن تونسه. طنطتنا حواليه كان بيبسطه ويونسه، ضحكت امي في وشه حتى هو بيتخانق، كان بيدور على ونس. صوت ابتهالات صلاه الفجر دي كانت بتونسه. منساش لما كان يحط الراديو في حضنه على محطه القران الكريم، استنى لحد ما الاذان يصحي يقوم يصلي الفجر. تعرف يا ابو عزيز يا ابني، اشد وقت ضلمه في الليل ايه؟ قبل طلوع الفجر بساعه. ما بقتش اخاف من الضلمه يا عمي. زمان كان جدك يلمنا حواليه، كان عمك وهدان يقعد هنا، وابوك جاره، وعلي كان صغير كان يقعد على الارض هنا، وانا في مكاني، وكان جدك يتوسطنا يقعد يحكي لنا حواديت عن امنا الغوله والاشكيف والجنيه وابو رجل مسلوخه، وكنا نقعد كلنا مبحلقين ومكتومين، ترمي الابره ترن. وكان علي دايما صغره جبان هيخاف، خطف ابوك في يوم الكلوب وطلع يجري، جري وراه علي. جدك استغرب قال له خدي علي تجري ليه؟ قال له اخاف من الضلمه وعجري ورا الكلوب عشان ابقى في النور يا ابوي. مسكوا اداني يوميها حته الدين علقه، بطل من يوميها الخوف خالص. قوم يا ابني خليك تصلي الفجر وتلحق تنام لك ساعة قبل ما تسافر. سأل الله ما تسافرش وتتوه وسط الزحمة زي ما تاه ابوك منينا زمان. قوم يا ابني قوم. بابا أنا رايحة كلية، عايز حاجة؟ بالسلامة يا حبيبتي، بس مش الوقت متأخر شوية؟ ما أنت عارف الماما بيبقى بعد الظهر. آه صحيح. بقول لك إيه؟ ما انا معايا فلوس. خدي بس خدي، اركبي تاكس، بلاش زحمه الاتوبيسات دي. ما الاتوبيس يبقى خد مننا رئاسة يا بابا، حاجه جديده يعني؟ لا لا ده كان زمان، انا بنت الدكتوره لازم تروح بتاكس وترجع بتاكس وهي حاطه رجل على رجل كده. دكتوره مره واحده؟ اه طبعا يا حبيبتي. تاخدي فلوس تاني؟ ما انا هاخد بقى، بس لما تيجي الكتب ان شاء الله، ما هتنزل رف كده ومش هنعرف نلحق عليه. عينيا ليك اموري. بابا انا كان في يعني موضوع كده في الكليه كنت عايزه اتكلم معاك فيه. موضوع ايه؟ مشكلة يعني كده مش عارفة أحلها. يا ساتر يا رب. طب تعالي بقى نقعد كده جوه شوية، ها؟ تحكي لي على كل حاجة، تعالي، هعطلك شوية، تعالي. اسمع بقى يا بنت عمتي. لازم تعرفي إن عمري ما فكرت في الجواز، لا زمان ولا دلوقتي. وأنت بالنسبة لي مجرد حاجة واحدة. وردة وموافقة بيها يا ولد خال. خدني معاك، خدني معاك يا عبد العزيز. دي العيشة هنا وعرة قوي، ده الموت جارك أهون من العيشة هنا. طب اهدي، طيب صلي على النبي. صلي
خلاص بقى، وانت طلعت بيضة وقشطة كده وزي الفل، امال امك طالعة سمرة وزهرة كده ليه؟ انت عندك عيال؟ الله الله الله، في ايه طيب؟ بلاش يا ست السؤال ده خالص، انا بسألك يعني عندك عيال هيجوا معانا مصر ولا هيستنوا هنا ولا ايه مش اكتر؟ خلفتش. ايه؟ خلفتش. انت قعدت قد ايه متجوزة؟ يا نهار ابيض. خلاص صلي على النبي، ده انا اسالك سؤال عادي، قعدت قد ايه متجوزه؟ ما فيهاش حاجه. 7 سنين. كم؟ 7 سنين ومخلفه. اتعزيت مطرح ما بحضنيها تلاقيني، ولو طلبت منك حاجه طلقني بساعتها، ان شاء الله تعلمني من المياه والعيش. احب عليك. خلاص خلاص هاخدك. لا اله الا الله. العربيه جاهزه وفيها خلاجات بنتي وعزالها. مش عايزين خلاجات يا عمتي، انا اخدها كده باللي عليها. موافق. اسمع يا والد اخوي، احنا عشنا في الدار دي وعمر ما حد فينا قدر يكسر كلمه قالها جدك. جوازك من بنتي على عيني، بس أنا قلبي حاسس إنك رايد بنت من بنات مصر، والجوازة دي جت خربتت لك حياتك. وأنا اللي بقولها لك، ها بنتي مش أكتر من ضيفة عندك وعند مرض خالها. ملوش لزوم الكلام ده يا عمتي، أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان أنفذ وصية أبويا، وبعدين أشجان في عينيا، وإن شاء الله عمرها ما هتشتكي لك مني. لا ده أنت تديها فوق راسها وما يهمكش، وإن زعلتك في حاجة شد لي تلفون بس وأنا أجي أحرقها وهي حية. أمك اسمها إيه؟ عاطف. سلمي عليها. اللي خلف ما ماتش كاني شايفة عبد الرحيم أخوي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا عمتي. أنا بأمر الله بقى أزورك وأطمن عليك من وقت للتاني. لا ولا تاجي ولا تتعب نفسك. يلا العربية مستنياك هتوصلكوا لحد الموقف. اسمع يا ولدي، المرة لما تبقى على ذمة راجل ملهاش حق غير في اللي يمد يده ويعطولها. وانت يا باه انا بقولها لك قدامها، ما عايزاش دلع ماسخ، لا رايح فين، لا جيت منين، لا تأخرت ليه، لا عايز اكل دي وما اشربش دي. يلا العربية جاهزة قدامي. لا 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 لا، ده كده يبقى مستقصدك وده مش كويس، ممكن يديكي درجات وحشة وده يأثر على تقديرك طبعا. ما انا كلمت معاه وسالته وحضرتك متضايق مني في حاجه، رد عليا بغلسه كده لي، وانت اصلا ما تقدريش، ولو فكرتي تعملي كده مش هتطلعي من السنه دي. يا ساتر يا رب، ده مغرور قوي. امال لما يبقى دكتور هيعمل ايه بقى؟ ابوه بقى رئيس القسم، دمه ما يلطش بصراحه. استغفر الله العظيم يا رب. طب اسمعي يا حبيبتي، احنا مش صحاب؟ اه طب صحاب من زمان يعني. هقول لك على حاجه، يكونش جدع ده عينه منك وانتي مطنشه. عينه مني ايه يا بابا؟ تصدق بقى انا غلطان ان انا قلت لك. سلام. طب فكري في كلامي. فكري في كلامي بس. استرها معاها يا رب. ازاي كده؟ ايه القمر بيطلع بالنهار؟ طب نظرة واحدة بتاع صيدلة كده، حقنة في الانتبيوتك في العضلة والنبي، والله لولا عملوكي. لو سمحت احترم نفسك. هو أنت؟ آه عسكري ماشي صح؟ في إيه؟ أنت دخلت هنا إزاي؟ عيب بقى لما سينا سؤال زي ده. ماشي يا حضرة الظابط. طب عايزين نتكلم شوية ولا المحاضرة أهم؟ بصراحة بقى المحاضرة أهم. تبقيش سخيفة بقى. بقول لك إيه يا لبنى؟ انت فاهمه كويس انا عايز ايه؟ مشكلتك اني فاهمك كويس، انت بقى اللي مش فاهم نفسك. عارفه لو حد غيرك قال لي الكلام ده كنت عملت فيه ايه؟ ما هو ده اللي بقول لك عليه بقى. اللي عيش متدلع زيك كده وكل حاجه عاوزها بيلاقيها، ما بيحترمش مشاعر حد، بيبقى اناني. يا بنتي اناني انت هتجننيني؟ انا ناقص اركع على ركبي واقول لك والنبي حبيني زي ما بحبك. عاصم انت ما بتحبنيش، انت عايزني عند مين؟ قال الكلام ده؟ طريقتك معايا انت حتى مش قادر تتخيل ان انا ممكن ارفضك.
مش عارف تقدم نفسك ليه بطريقه ما تخلينيش اخاف منك. انت حتى لما جيت تتكلم معايا اخترت المكان الغلط. انت مش عارف زمايلي ممكن يقولوا عليا ايه؟ محدش يقدر يجيب سيرتك بحاجه. انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ برضه ما هو ده اللي بقولك عليه. طريقتك دي هي اللي خوفاني منك. طب اعمل ايه عشان تصدقي اني بحبك؟ اعمل ايه عشان تطمنيني؟ بس ايدك، انت اتجننت ولا ايه؟ انا عندي معمل. عارف ان الكم اللي اخدناه النهارده كبير، بس لازم تعرفوا ان المعمل هو المكان اللي هنتعلم فيه يعني ايه صيدله، مش الكتب ولا المراجع. ويا ريت نركز مع بعض عشان هنعمل معادله تحضير المورفين من مكوناته الاوليه. تمام؟ تمام. لو سمحت يا دكتور، انا اكتشفت ان معادله تحضير المورفين ممكن توصلنا لمعادله تانية نحضر بيها الهيروين. ده احنا معانا في الدفعه مدمنين اهو. يا دكتور انا بتكلم بجد، يعني انا حتى كتبت المعادله هنا. طب تعالي هنا يا دكتوره ورياني. الحقي الحديه راح تخطف العصفور بتاعي. ده بعدها. خليكي عامله لي كده فيها الملكه فريده لحد ما يعلنوا خطبتهم، ساعتها يا عيني هروح منك للصيدلات بتاعت بابا والخميره نايمين عليها كمان. ما تبقيش عبيطه، مازن عمره ما يفكر في واحده زيها تتشعبط في اتوبيسين. لا والله. طب يا حبيبتي بصي على المشهد الرومانسي الكميل اللي هناك ده، وادي اسم المرجع اللي فيه المعادله، ويا ريت بقى نبطل ننقل من المراجع ونيجي نتنطط على زمايلنا. والله ما عملت كده، اصل التحويل منطقي وجه في دماغي وتخيلت انه صح. تبقي فلتة بقى واحنا مش واخدين بالنا. هو انا عملت حاجه ضايقت حضرتك؟ هو لسه بتسالي؟ المفروض واحده شاطره زيك تركز في مذاكرتها وبس. طب ما انا مركزه في مذاكرتي وبس. امال مين اللي انا شفته معاكي الصبح ده؟ خطيبك؟ لا طبعا مش خطيبي. امال مين يعني؟ شكله كده مش اخوكي خالص. لا هو مش اخويا، هو بس هو زي اخويا فعلا. اخوكي بقى وابن خالتك والجو ده. بقول لك يا لبنى، ركزي في مذاكرتك احسن عشان هي اللي هتنفعك. بقية في حياتك. مين جاي يا عمي؟ دي أشجان بنت عمتي رتيبة من البلد. خشي بس انت صلي على النبي وريحها، خديها معاك وانا بكرة الصبح هفهمك على كل حاجة.
انت مين؟ انا اشجان مرت اخوك عبد العزيز بنت عمت كرتيبة اخت ابوك عبد الرحيم. ابوك مين؟ يا جليدو فهمني يا عبد العزيز معناته ايه الكلام ده؟ يا مين اللي قاعده بره دي يا عبد العزيز؟ اوه ما قلت مراتي مراتي. جدي حكم عليا بكده. مراتك مراتك يعني ولا خطيبتك؟ وجدك ده يلزقها لك بمناسبه ايه يعني؟ بمناسبه ان رايح انفذ وصيه ابويا ياما. بس بصراحه شكلها طيب قوي. انت تتنقل على عينك وتروح كليتك يلا يلا روح. خلاص بقى خلاص بقى ياما. لا مش خلاص دي جوازه يا ولا ما تفهمني رد عليا. اهي ورطه اتورطناها وخلاص. ورطه وخلاص؟ دي شكلها تخلفك. هي كانت عامله هناك وبيلزقها لك ليه؟ استغفر الله العظيم. انا قلت لك ان انا ارمله وان جوزي راح فطر عبد الرحيم اللي هو يبقى. عارفه يا اختي جوزي الله يرحمه بس الغلبان ده ذنبه ايه يعني؟ ولعوا في بعض بقى. هو شارع عبد العزيز ناقص؟ اقعد شباب يا حسون. اهلا يا زيزو طلع بطاقتك يلا طلع بطاقتك على طول. في ايه يا عم مفتاح؟ خلصت الجيش ولا هربان؟ بتتكلم يا عم مفتاح في حد سرق تاني في الشارع؟ بقول لك ايه ارفع ايدك ارفع ايدك وبطل غلبه. النهارده في يوم انضباط. استغفر الله العظيم. يعني انتوا سايبين الشارع كله جايين تعملوا انضباط عليا انا؟ بطل لماضي يا زيزو. الضابط قاعد في العربيه وبيراقبنا. انت كان ممكن تبات في الحجز الليله دي. انا عاوزك تلبد في اي حته لحد بكره فهمني؟ خد بطاقتك ايه وامشي. ماشي. البقاء لله. انا عرفت ان ابوك توفى. عرفت؟ اه عرفت. وما عرفتش مين اللي سرق الورشه؟ يبقى تعالى بكره اعمل محضر. يلا امشي بقى. كتر خيرك يا عم. يلا يلا. I'm not sure.
ابوك كان راجل مكافح عزيز، بركه فيك. عايز اعرف مين اللي سرق ابويا يا عيال. عايز اخد حقه من اللي سرقه وموته بحصرته. ابوك ما ماتش قتيل. ابويا مات. شاب روبك. ايه اللي عرفك؟ ليلتها كنت راجع من بروفا وكنت راجع متاخر. شفتهم بيحوموا حوالين الورشه، شكيت فيهم. اول ما شافوني راحوا عاملينني مبالغه قوي واهتموا بيا وطلعوني لحد البيت وراحوا نازلين. بعد كده لما سمعت ان الورشه اتسرقت شكيت ان هم. مش واخد بالك هم مراقبيننا ازاي؟ الكاسيت ده بتاعك؟ اه. في شريط؟ اه بس ده بتاع المسرحيه. معاك في نسخه تانيه يعني؟ معايا في البيت. طب انا عايزه وهرجعه لك تاني. سلام. ده. يا جدع ما زقتكش يا جدع. لا انت بقى. بقول لك ما حصلش مني. عورك يا شباب دي. بقى في حياتك يا زيزو. المرحوم كان غالي علينا قوي. مش هتحترمي نفسك بقى وتعرفي ان ليك اخ كبير يلمك وانا اكسر لك دماغك. نزل ايدك يا حسن وديني لما بابا يجي لوريك. طيب انت ايه اللي وداك شويه تلاقي اسمه عبد العزيز؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بعزيه بقول لك. الله بعدين هو ما كانش هناك امي كانت موجوده. وتعزيه امه ليه؟ بيت عيلتنا. انت مش بدل ما تروح بتعزيه انت مش جايبها كده. نزل ايدك. نزل ايدك لو هتحارب. هو ده اللي قدرت عليه يا ابويا بدل ما تديها جوز اللي امه تربيها. بتربيها احسن منك. عارف لو مديت ايدك عليها تاني ولا لسانك؟ يا عم هتعمل ايه؟ هتحرمني من ميراثي. يا عم امشي. طب بره بره امشي. امشي يا ابويا. بس لازم تعرف ان الهانم المتربيه كانت في شقه الواد اللي اسمه عبد العزيز. قال لي بتعزيه مش ناقص كمان غير الاولاد العتالين بتاع الصيدله. امشي. انا همشي. انا متربيه احسن منك يا صايع وبقولي كل انا عارفاها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين وبعدين معاك انت واخوك هتفضلوا كده ناقر ونقير؟ هتفرجوا عليا الشارع؟ انا تعبت والله العظيم. ثلاثة انا تعبت يا بابا. انا اسفه والله ما حصل حاجه. انا رحت اعزي اصلا عبد العزيز واصلا هو ما كانش هناك. مامته بس اللي كانت موجوده. يا بنت انا مش بشك فيك ولا في عبد العزيز. انا في المصيبه الثانيه. اخوك ده من ساعه ما اتخرج وجاب لنا مشاكل ومش عارف اعمل معاه ايه. زهقت منه. بس انا بقى عارفه هو بيعمل كده ليه. ليه يا بنتي؟ فاهميني. عشان انت ما رضيتش تديله فلوس يسافر اول ما اتخرج فبيعمل كل الحاجات دي عشان يخيصك ويخليك تديله فلوس. اجيب له منين بس؟ ما على قدك اهو. اجيب له منين؟ استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يهديه. ربنا يهديه. ايه ده؟ دي مطوه بكر. هو مات. تف ببعض يا شبرو. انا هنا. عايزين مني ايه تاني يا شبرو؟ هترن ليه من صباحيه ربنا؟ حد الله بينا وبينك يا زيزو. ده احنا بينا عيش وملح يا جدع. شوفوا بقى يا زبالة شارع عبد العزيز كله. اللي محدش عارف يلمكم ولا يعمل لكم رجال. مفيش حرامية في المنطقة غيركم. والإبرة لو راحت بتعرفوا مين ضيعها ومين لقاها. يبقى نمشي عدل عشان نبقى حبايب وما نزعلش بعض. ايه ده؟ سلك يا اخويا. ايه سلك؟ كان ابوها بيعمل منه شغل عشان ياكل عيش بالحلال. الله يرحمه. استكترتوا عليه اللقمه وموتوه بحصرته. قلنا لك الله يرحمه. قسما بالله يا شبرو ان ما قريت مين سرق البضاعه وراحت فين لاكون مكهربكم ودافنكم في قلب الورشه. هنا كده عيب يا زيزو. بضاعه ايه وورشه ايه برضه؟
عزيزو علمت احنا كنا جايين ناخد فيك العزاء انت وبيك الله يرحمه. اهو ده الكلام اللي يزعل يا حبيبنا. وبيدا قال لك ان احنا زعلانين منك يبقى تزعل يا روح امك. ايه ده؟ هو زعل وحش يا بكرو؟ تمام. قول لصاحبك يا حبيبي، قول لصاحبك طعم الكهرباء ايه؟ انا متعش مش عايز. هتقول ولا لا يا شرف؟ هقول على ايه يا زيزو؟ بقول لك جايين ناخد فيك العزا انت وابوك يا جدع، والعزا كده في سن وبلدكو. اه يا زيزو هنقرا يا زيزو، هنقرا يا زيزو، هنقرا يا زيزو كده يا حبايب. وانا هسكت، ولو الكلام تمام ودخل الدماغ نبقى اصحاب، ولو الكلام ما عجبنيش هيبقى ده اخر كلام في عمركم. والتسجيل ده شاهد علينا ولا ايه يا روح امك؟ ما كانش العشاء يا زيزو، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض يا جدع، ده احنا ولاد منطقه واحده، ده احنا لو كنا سرقنا كان بان علينا يا جدع. انت مش مصدقنا برضه عزيزو، العيش والملح ما نعرف حاجة عن اللي انت بتقوله ده. يبقى عجبتك الكهرباء يا حبيبي، يبقى عجبتك الكهرباء يا امك. اديله وش الجابي، اديله وش الجابي يا عزيزو. اديله وش الجابي، ادوا لابوك 15,000 جنيه يجيب بيها بضاعة عشان يقفل الغسالات وياخدوها يبيعوها منه. أبوك وضعه، أبوك وضعه على أصل أمانة بالمبلغ كله. وبعدين أديله وش الشامي، راحوا لأبوك وطلبوا منه 15,000 جنيه اللي ادوها له. وأبوك أديله الصورة نسرق البضاعة عشان أبوك يبلع الطعم. البضاعة راحت فين يا شرف؟ طب اطفي الزفت ده واحنا بقول لك. البضاعة راحت فين يا شمرو؟ قنديل، قنديل هو اللي وصله لسرقها يا زيزو. وابوك، ابوك مضاله عليها بوصل امانة، ولما خاف خاف عليه من الحبس. ابوك مضاله على المبلغ دوت، ولما خاف عليك انت واخوك الصغير اداله تحويشه العمر، ومات ومات مفرفر بالحسرة. عايز حاجة تاني يا زيزو؟ ادينا قلنا لك على كل حاجة. الله يخرب بيت اليوم اللي انت وابوك جيتوا فيه وفتحت ام المخروبة ده. خلاص خدت اللي انت عايزه، فكنا بقى. الله يخرب بيتك، فكنا بقى يا زيزو، يا زيزو حلنا بقى يا عم. اقول لك اهو بلاش تفكنا، حلينا بقى خلاص. ابو حل روحكم. الكاس ده بدينا زيزو. ما تنسوش تقفلوا الورشه وانتم ماشيين. زيزو أعباز زيزو، طب أسيب لك المفتاح مع مين؟ أبكر. انزل فكني يا عم، التعب ما بتشوفش، هفكك ازاي يعني؟ قد يا غبي ما تبقاش حمار، انزل فكني عشان أفكك. طب فكني طيب. خلاص خلاص أنا هتصرف، يلا بينا. يلا يا اسطى. اديله الصورة نسرق البضاعة عشان أبوك يبلع الطعم. يا نهار اسود، دي كومبينة واتعملت على ابوك. واي كومبينة يا صاحبي؟ ولاد الكلب ادوا له بضاعة ب 15 ومضوا على وصل امانة، سرقوا منه بضاعته وخدوا منه الفلوس برضه. طب قولي الاول، انت جيت من الورشة على هنا على طول؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش حد غيرك يا ادي شريكني المصيبة دي. ايوه بس العيال دي بلطجيه يا صاحبي، وانا بصراحه مش فاضلهم. طب خلي حد فيهم يقرب لك وشوف ايه اللي هيحصل له. ما احنا برضه مش هنشتغل بلطجيه. حاول تسمعني يا صاحبي،
ما تخليش الظرف اللي انت فيه يغير اجمل ما فيك. اجمل ما فيا هو اوسخ ما في الدنيا، الضعف. انت مش مره حكيت لي على واحد طلع لابنه من القبر وقال له خد لي حقي؟ هاملت. انت بقى ناوي تعمل زي هاملت؟ صورته بقى ما بتفارقنيش يا اياد. كل ما اغمض انا اشوفه قدامي مرمي على الارض في الورش. اهدى يا زيزو، اهدى. ده امر الله. ربنا بيؤمر بالعدل. ايوه يعني انت ناوي بشحنتك دي تعمل ايه طيب؟ اللي ليه طار وما ياخدوش يبقى عويل، واللي ليه حق ما يطلوش يبقى ما يستاهلوش. بص لي يا صاحبي. بص لي يا زيزو. عارف انت هتقول ايه؟ ويا ريت بجد اكون اتغيرت. لان اللي ما تغيروش ظروف زي دي يا اياد يبقى جبله وما عندوش دم. وانا عرفت طريقي خلاص. هاملت اللي انت بتكلمني عنه ده لما انتقم راح ورا الشمس. وماله؟ احنا خدنا ايه من وشها عشان نخاف من وراها؟ سلام. طب ولبنى؟ اللي قلبك زي ما بتقول مش في صدرك، لا معاها. لبنى خلاص راحت حته تانيه. هتبقى دكتوره وتفتح اجزخانه. وانا؟ انا ولا حاجه. انا في قاع الدنيا. فاكر زمان في دروس الكيمياء كان يعني يقولك معانا راسب في الأنبوبة؟ أنا بقى الراسب ده. راسب في الحظ وراسب في الدراسة، وأبقى راسب في نظر أبويا لما خدتلوش حقه، وفوقيه دم الحرامية. سلام يا شاعر. يا ابني اهدى بقى. ابعدي عني، محدش مقاس قلب أبويا عليا غيرك. يعني أنت فاكر إن هو بيحبني أكتر منك؟ إحنا اتنين ملناش إلا بعض. يا بنتي ابوك عايز يحنطني جنبه، عايز نقف ليه النهار في المخروبه بتاعته دي، ابيع كراريس وقلام واديني يوميه زي الاجريه والشيالين، دي اللي ناقص. ومالهم بقى الشيالين؟ بتحبيه؟ هو ايه ده اللي بتحبيه؟ الواد ابن العتال ده. وديني وما اعبد لما احترمت نفسك معايا لاكون مورياك، خلاص؟ بس سيبك من الهليله دي وجاوبيني على قد السؤال، مش احنا زي ما بتقولي مالناش غير بعض؟ يا ابني افهم، ده انت خريج حقوق، زيزو ده متربي معانا. لا والله. طب اعتبريني يا ستي مقتنع باللي بتقوليه، بس انا عايز افهمك على حاجه، الواد ده مش هينفعك. يا بنتي صيدلانية وصايع، هتيجي ازاي دي؟ ما هو طريقتك دي هي اللي موديك في 60 داهية، وبعدين اصلا اللي انت قلته ده اصلا اي كلام. او كل ما بتتحمي عشانه كده بتاكد ان انت بتحبيه. ان انا ايه؟ ايه؟ يا غلس؟ ما علينا يا ستي وانا مالي، خلينا في خريج الحقوق، ينفع اقضي عمري كله في مكتبة ابوكي واكون منها مستقبلي؟ لا انت اول ولا اخر واحد هيمسك شغل ابوه ويحاول يكبره. كلام بقى اللي ما بياكلش عيش. خلاص، سيبك بقى من الكلام اللي مش عاجبك. قول لي بقى واحد بتاع حقوق هيسافر بلاد بره هيعمل ايه؟ اذا كان اصلا القانون اللي بيطبقوه هناك ملوش دعوه باللي انت بتدرسه هنا في مصر. ومين قال لك ان انا رايح اشتغل محامي اصلا؟ انا رايح اقلب رزقي زي غيري، وقبل ما تدفع لمكتبه ابوكي دي انا مش هقف فيها والله لو موتوني. انما بقى لما دلوقت ابوها تلعب في دماغه كده وتحنن قلبه على اخوها الوحيد، ساعتها بقى يبي بالقرشينات وكنت انا. ماشي. ماشي يا صالح حبيبي، انا هكلم ابوك واخليه يديك الفلوس، بس بقى تنزل تعتذر له على قله ادبك اللي انت عملتها معايا دي، وتبوس ايده كمان. نهار اسود، انا ابوس ايدك وايده ورجله كمان لو حبيت. والفلوس اللي تاخدها تبقى ترجعها اول ما تشتغل. تحب اكتب لك بيمشيك دلوقتي؟ لا يا ناصح، اكتبه لابوك. طب ذوقي بقى عجلك، يلا انزلي. لا هنستنى لما يطلع يا رزق. بلاش رخامه بقى، ده انا ما صدقت ترضي. طيب على النعمه، انت احلى اخت في الدنيا، وراك بقى ان انا موافق اتجوزي الواد ابن العتال ده. طب عليا النعمه ما انا نازله. وبعدين بقى وانت اسم النبي حاسك وصاينك، هتفضلي قاعده كده؟ عايزاني اعمل ايه وانا اعمل مرات خالي؟ ما اعرفش، اعملي اي حاجه بدل قعدتك دي. عايزاني اخش جوه عاد؟ خش يا دي عاد ومش عاد اللي احنا مش هنخلص منها دي. خش المطبخ اعملي اي حاجه. ما عايزاش اكل ولا اشرب، اخش اعمل ايه؟ يا دي نيله، امسحي المطبخ، اعملي المواعين كده، يعني اي حاجه تلحلح. مسحت المطبخ من بدري والمواعين اتغسلت ومسحت الارضيه. طب قومي افتحي الباب، قومي فزي. حاضر متخيل. وشيلي الهبابه دي اللي كل ما دبله تعدي تحطيها على وشي. حاضر متخيل. يا دي مرات خالي مرات عمي، يلا اللي احنا فيه ده. مين؟ مريم. مين دي يا خالتي؟ جيتي في وقتك. خالتي ازيك يا حبيبتي؟ جيتي في وقتك يا حبيبتي. ايه يا خالتي، مالك بعتيلي اللي في حاجه؟ ابدا، مخنوقه يا اختي وعايزه اتفك. مش تعرفينا بالست الاول؟ انا اشجان قريبه المرحوم من البلد. ايوه يعني هي مرت خالي يعني. اه قومي اعملي لنا بقى شاي ولا قهوه؟ شاي. وعشان بقى متجوزه ولا ايه؟ ها؟ هي متجوزه، ما جايه ادور على عريس. قولي لي بقى يا خالتي، دي
زيزو كده جاب البلد ها؟ جه طبعا، ما هو جايب مرات خالي معايا. هي مرات خالها ولا انت مرات خالك؟ ايه قولي لي احكي لي ايه؟ يا اختي والله ما انا عارفه. المهم انت عامله ايه يا مريم في كليتك؟ احكي لي. الحمد لله لسه جايه من المستشفى. قولي لي بقى يا خالتي زيزو عامل ايه دلوقتي؟ الشاي. ايه ده؟ انت لحقتي تعملي الشاي؟ اصل احنا كده البراد ما بنشيلوش من على النار، ولما الميه تنقص بنزودوها، عشان كده جبتوا طوال. وانت هتفضلي قاعده لنا كده؟ يمكن تحتاجوا حاجه تجيبها. يا بنتي الناس خشي جوه، لما اعوزك هبقى اندهلك. ناديتك العافيه مرات خالي حاضر. عندك الهم على مرات خالك من بدري. باين عليها ظريفه ولمحه قوي يا خالتي. قوي يا بنتي لما استويت. قولي لي يا خالتي هيبقى لها هنا كتير؟ ها؟ من امبارح بس بمقام سنه. يا رب يديني الفلوس ويخليني امشي واخلص مصالحي. اتهدي بقى اما اشوف المصيبه اللي انا فيها دي. اولا الفاتوره دي ما تمشيش معايا خالص. اول مره تبعت لي فاتوره ملخبطه بالطريقه دي. يا مش بو... اولا كلها تشطيبات والحاجات كلها مش راكبه على بعضها ومفيش تفصيل حتى عشان ابقى عارف. عمال احسبها عندي هنا دلوقتي مفيش اي منطق. ازيك يا واد يا كهربا؟ فهمني بس انت لا تقول لي محاسب ولا تقولي مش محاسب. ما بتردش ليه؟ مش بكلمك؟ يا عم ما... الحمد لله. أنا حسابهم عندي دلوقتي أنا موافق على أيوه هم 298,000. 209 إيه؟ لحظة واحدة 209. لا لا هم 209 مش 209. لا 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 فهمني بس أنا وبعدين أنا مش هتنفع معايا كده بالأول. انت حضرتك تاخد الفاتوره بتاعتك انا هبعتها لك اللي متشطبه وكده ما اقدرش اقدمها. واحسبها انا براحتي وانت كمان احسبها براحتك وبعدين نبقى نتقابل. لكن اللي انت بتقوله ده ما يلزمنيش خالص. مع السلامه مع السلامه براحتك. يا رب عايزه ايه يا منيله انت انت كمان؟ نعم ما قلت لك عايزه 300 جنيه وخلصني. 300 جنيه هي سايبه؟ وانا مفيش غيرك بصرف عليه ولا ايه؟ لا مفيش غير النانوس اللي على الحجر اللي بياخد كل جمعه 1000 جنيه. انت مالك ومال النانوس؟ وبعدين اما تعوزي حاجه اروح امك كلميني في التليفون، مش كل شويه تنطي لي بمنظرك ده. ماله منظري؟ يلا خوري من هنا. طب ابعت لي الواد الكهربائي ده احسن فيشه السخان بتكهرب. والله بتكهرب؟ لا يا رب تكهربك انت وامك واخلص منكم في يوم واحد. خوري يا بت. يا حول الله يا رب. غوري اتأخرت يا زيزو. ما اقدرش اتأخر على سيد المعلمين برضه. ايه؟ بتدور على شغل؟ كلك مفهومية يا معلم. أبوك الله يرحمه كان شغيل وكان جدع. بس للأسف كان غشيم. قول لي بقى يا بطل مبسوط في الحته اللي انت فيها ولا انقلك المطافي زي اسماعيل ياسين؟ جراح شويش عطيه ما تلم الدور بقى. تمام يا باشا. بقول لك ايه يا حجيجه؟ قول انت عامل ايه مع الحجه؟ ولا انت بتلغوص بالخن بتاعك انت والحجه هنديل؟ يا واد بطل ده انا مدلع امك اخر دلع. بقول لك ايه؟ نسيت الحجه برضه وانت شكلك بتلعبها. شاي يا حاج. الله يخليك يا عزيز. الله انا قلت حاجه؟ لا ده انا بقول الحاجه هانم باشا. عايز ايه تاني؟ انا بس نفسي افرح بيك كده واجيب لك واسطه جامده انقلك هنا المسكي واجوزك عشان يبقى الجوازه ونقله المسكي في جمعه واحده. اذا كان عروسه يا حاج ما هي موجوده. يا انت مخك راح فين؟ ادي يوم الدخله هتيجي مربطه بشاش ويمكن تحط بدل الروج ميكروكروم. اه والله. خليك انت بس يا عم في الحريم بتوعك بتوع الوزن التقيل دول وسيبنا احنا نعيش حياتنا. يا واد انا عايزك تقب على وش الدنيا، شوف لك بنت لواء ولا حاجه تسند ظهرك كده ويقويك. تؤمر بحاجه تانية يا حاج؟ جرايا انت واقف السنة في عينة ولا ايه؟ روح امك. ولازمته ايه التنطيط بس يا باشا؟ اتنطط عليك يا دول هشدد لك وبدون اي شيء، ولما اكلمك تفرد وشك ها؟ عشان ما اخليكش عبره للشارع كله. ليه الكلام ده يا باشا؟ يلا يا بس خلاص بقى انت هترد عليه. لما تيجي تشتغل في المعرض ده اتكلم معايا انا، مالكش دعوه بالحاج. لحظه. ايوه. بجد؟
جدع على زيزو. طلعوا 209 زي ما انت قلت. روح انت بقى اطلع الدور الثالث صلح الفيشه اللي بايظه هناك دي. انا يا حاج. مع السلامه. ماشي. بالراحه شويه على الواد. في ايه؟ اللي قول لي حقنتوا الحته اللي انتوا قاعدين فيها دي بتاكلوا فيها تعابين؟ التعابين يا حاج اللي زي العيال دي. العيال دي لو اديتها عيبك هتقرصك. اسالني انا. مين يا اللي يقرصنا؟ حد يقدر يجي نوحينا في شارع عبد العزيز؟ الله، ده احنا الورده المفتاح. حد يقدر يجي ناحيه عيله الشرشابي؟ تجننت ولا ايه؟ نعم. الفيشه. فيشه ايه؟ فيشه السخان البايظه اللي بتشرز. ايه بتشرز دي؟ طب انا هتوكل على الله. تعالى ان كان على الفيشه موجوده بس على الله تطلع صنايعي. ادخل. يا ساتر. خلي بالك للكهرباء تعضك. لا ما احنا الكهرباء وعضتها. يا ابن اللعيبة يا زيزو. حفظ لعيبة. يا ابن الجنية. انت جنية والله. الواد علم علينا صح. علم علينا صح الصح يا شبرو. لا وين؟ توت ونبوت وكهرباء وتسجيل. شفت التسجيل يا اسطى؟ التسجيل ببابين. الواد فرشح شخرو. الواد بعزقنا على حصيرة في السليم المعوج يا اسطى. تحس ان احنا بقينا سكرومندو زيس على شوية اندينال. ايه؟ بالك انت التسجيل ده لو راح للشرشابي ولا انديل مش هيدفع فيها اقل من 350 جنيه. لا. ايه 400؟ لا مش هيبقى فيه لا باكرو ولا شبرو. طب شوف انت عايز تعمل ايه بقى يا عبهم وانا معاك. عايز اعمل حاجه كبيره قوي بس مش راضيه تيجي على دماغي. هتيجي يا اسطى بس اوعى تنسى التسجيل ابو بابين. وده اللي مجنني يا باكرو. الوقت تحس انه مارد كبير قوي طلع من امه مقد كده. البارد ما يصرفوش غير اللي حضره يا شبرو. مين اللي حضره يا باكرو؟ بوت ابوه. صح. يعني احنا بروح اهلك هنصح ابوه. اللي مات ما بيصحاش. يبقى المارد هيفضل مارد ويهددنا يا باكرو. والايد اللي ما تقدرش تقطعها. يعني ابوس ايده يا معفن؟ اتكلك عند الكلب حاجه. اتكلك عند الكلب حاجه. صح. احنا نصاحبه. نصاحبه؟ لا نصاحبه. نصاحبه يا عم. نصاحبه لحد ما نلاقي له مصيبه ونزقه فيها. ولعلمك في الحاله دي بقى هنلاقي له مصيبه وهتزقه فيها. صح يا بكرو. عارف يا بكرو انا بتمنى ايه؟ ايه يا شبر؟ نفسي اعرف صدى الصوت اللي بيطلع منك ده زراره فين؟ ايه يا شبرو؟ نفسي اعرف زراره فين وقفله؟ عندك في الصداره يا شبرو. سناء بنت. يا سناء. ايه يابا في ايه؟ صوت مين يا بنت اللي في الحمام ده؟ انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ في صوت راجل في الحمام. ده الكهربائي اللي ابويا بعته عشان يصلح فيشه السخان. ولماه الكهربائي تقابليه بالشكل ده يا بنت مش عيب عليكي. خش ستوري نفسك باي حاجه. اقول لك الكهربائي تقولي لي ستوري؟ وبعدين ده حته عيل لو بص لي بعينين الاثنين دول هخزقهم له بصوابعي. طبلة الاقيش عندك سكينه تبوز؟ وما جبتش معاك مفك ليه؟ لا مؤاخذة يا حاجة بس عم شتشابي يعني كهربني من حتش ألم العدة كلها. طب ادخل وهجيبها لك واجي وراك على طول. ماشي. هو ده هو ده العيل الصغير لا راح لا هنا ولا هناك. دي لو بصت له واحدة بس بعينيه الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلف توأم. تبكلحة ليه؟ ما تخش يا بنت تجيبي يلا السكينة اللي تبوظ. السكينة تبوظ قال. سكينة تبوظ يا اسطى. مالك مربوك وملبوخ وعرقان وحوستك حوسة. ما انا اعمل لك ايه؟ ما انتوا حاطين فيشة سخان المطبخ في الحمام وحاطين السخان في البلكونة. ايه اللخبطة اللي انتوا عايشين فيها دي؟ طب سكينة تبوظ. طب ارجع ارجع بدل ما يحصل قفلة وتتخضي. يا اختي يا ربي يا اخويا تخضني وارتاح. تعرفي يا سناء الحاج شيشان ده زي ابويا بالظبط. صحيح افتكرت. الباقي في حياتك يا زيزو. هو انت رجعت امتى من البلد بعد الجنازه؟ انت عرفت منين؟ اصلي كنت واقفه في الشباك بتفرج عليكم. كنت يا واد قمر في الجنازه. هو انتوا لسه ما عرفتوش مين اللي سرق البضاعه من الورشه؟ انت تخاف منك بقى.
وعارفه ايه كمان يا ست سناء؟ عارفه كل حاجه يا زيزو ما عدا حاجه واحده، مرتبط. هو في حد ارتبط اليومين دول؟ اديكي شايفه ابويا يعني مات وساب وراه. ولا البنت لبنى؟ لبنى الدكتوره؟ ده كلام ما يملاش دماغ اي حد يعني، سيبك من الكلام ده خلينا فيك انت بقى. انت ايه نظامك بالظبط؟ دي حاجه تتحس، ما تتقالش يا حمار. بس انت يعني مؤاخذه يعني بتختفي كده من المنطقه وبعدين تيجي وبعدين اقول لك اصلها متجوزه غامضه. ها يا زيزو، خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منك؟ يستلم ايه بس يا امها؟ هو احنا كنا بنسلم عماره فيشه تمام اهي وعشه على عشه. شكرا. طيب يا اخوي. رحتي فين يا مقصوفة الرقبه؟ ياما بحس بالراجل مش كده. لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه، تعالى قابلني بكره الساعه 4 في ميدان العتبه قدام المطاف. افات تبطلي جنان بقى. ولو ما جيتش هنزل اقول لابويا انك حاولت تبوسني وانت بتصلح السخان. ها قبض ولا المعلم قبضه قبل ما يطلع؟ ياما مش راضي وعامل لي فيها صبي المعلم وكده يعني. ما برضك يا حاجه ما ينفعش، عم شيشابي خيره علينا برضه. يا اخويا كتر خيرك ما دام خيره عليك يا بقى. انا مؤاخذه يعني ما ينفعش برضه نكسف المزمزين الصغيره. ربنا يبارك لك فيها. الله يكرمك. الواد ده حلنج بشكل. والنعمه ما بتفهمي في الرجاله. مع السلامة يا عبد العزيز. وانا كنت مسافرة. مع السلامة. تأخرت كده ليه يا ابني؟ اوعى تكون نزلت شارع عبد العزيز. والد هنا يا امه؟ اه في اوضته بيذاكر يا ابني، عايزه في حاجة؟ لا بطمن عليه بس. تعالى يا امه عايزة. خير يا ابني. الفلوس فين اللي كنت عاينها معاكي؟ الفلوس موجودة يا دنان. طب تعالى. عناية. يا ابني الفلوس اللي وعاوزها ليا؟ هتفهمي دلوقتي. يا اشجار وبتنده لاشجار ليه؟ يما قلت لك هتفهمي بقى. اشجار تعالي يا عايز. خدها يا بنت النار، دول حقك. على يدك يا عبد العزيز ما تكهرنيش، قلت لك قبل ثابت ماليش حاجه عندك. ما تقولي انا معاك. مفيش حاجه يا مرت خالي، دي فلوس عبد العزيز. فلوس عبد العزيز؟ وهي مالها ومال الفلوس؟ دي حقوق، وكل واحد لازم يعرف اللي ليه واللي عليه بالمليم. مش عايز حد يجي يقول لي كاني ولا ماني. والله ما هقول لك حاجه ولا عايزه منك حاجه. خلاص خد ياما نصيبها حشيه على جنب، ودول نقطه جد ليا خليهم معاك. لا يا ابني الفلوس كلها هتفضل معاك. انت وصينا النهارده مكان ابوك، واللي هتقول عليه هيمشي على الكبير والصغير. ده حق ياما، والحق حبيب الله. وانا ان كان عليا اقطع من اللحن عشان استوركم. تعيش وتسلمني يا ابني. اشجان خش انت غيري وعشان تنامي هنا. ايه تنام فين؟ تنام هنا يا ام، ما تخافيش انا هنام مع والدي وهتنام معاكي هنا. الله. اه قولي خليهم بقى معايا. وانت بترفصي وانت نايمه؟ ممكن انام على الارض يا مرت خالي. لا يا اختي هتركبيني ذنب. تلقحي تلقحي. ما تتهوي شوية كده يا بنتي، مالك واقفالي كده؟ روح فين طيب؟ روح في أي داهية. أها تعالي يا بنتي اسمعي كلامي، مازن معجب بلبنى. أنت بتخرفي تقولي إيه؟ بقول لك إن هو معجب بيها جدا كمان. بأمرة إيه بقى فهميني؟ يا بنتي دول ناس أغنياء جدا من زمان، يعني لو فكر في واحدة غيري في الدفعة يبقى اتجنن رسم. أنت عارفة أنت إيه اللي هيوديكي في داهية؟ غرورك ده. وما تغرش عليها ليه؟ تقدري تقولي لي هي راكبه عربيه بكام؟ بتصرف كام في اليوم؟ طب قولي لي هي ساكنه فين؟ شارع عبد العزيز. لا والله قرب يا باشا قرب يا بيه. يا بنتي ده كبرها ابوها يطلع كده تاجر ادوات منزليه. لا 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 باباها ابسط من كده بكتير، باباها صاحب مكتب. لا والله انت الظاهر عليكي مخك ضرب. والله؟ طب بصي هناك كده، بصي عشان تصدقي. يلا بينا. على فين؟ نغلس على الحبيب. ولما طلعت المكتبه وبصيت على المرجع اللي انت كتبت لي اسمه كسفت جدا من نفسي، وقلت اكيد هتشك ان انا ناقش على المعادله وجاي اتفلسف. ماشي يا لطفي مصدقك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا يا انسه، اي خدمه؟ احنا جايين نسال عن معادله المورفين اللي ممكن يتحول لهيروين. هو في كده بجد؟ لا في دي بقى هتسالوا الدكتوره لبنى.
لا يا دكتور، يعني انا لسه يا دوب قد كده. بصراحه يا دكتور احنا ما تصورناش ان لبنى ممكن تكون وصلت المعادله لوحدها. يعني والله عندك حق، هي كان ممكن ما توصلهاش فعلا لو بتقضي وقتها زيكم كده قاعده بتتشمس. فعلا يا دكتور، الشمس النهارده اتجنن. ممكن اعزمك على كابتشينو؟ طب بعد اذنك يا دكتور. اتفضلي يا لبنى. ممكن طبعا، بس بعد ما تكتبي لي معادله مهمه قوي، تحويل الميثان لمركب يدي نكهه الكافيه. دكتور ارجوك، احنا مش في معمل كيمياء. بقول لك يا مروه، ما تركزي في مذاكرتك احسن، لان الكابتشينو عمره ما يوصلك اللي في دماغك. عن اذنكم. جالي الكلام يا بتاعت الكابتشينو. بقول لك ايه، ابعدي ابعد عني دلوقتي خالص. لبنى ممكن بعد اذنك ثانيه؟ اتفضل يا احمد. خير؟ كنت عايز بس انقل منك معادله المورفين اللي ممكن يتحول. يا دي معادله المورفين هتجنن الدفعه كلها. بقول لك ايه، انا كنت بذاكر بشكل طبيعي كده زي ما انا قاعده كده، وطلعت في دماغي المعادله دي وطلعت صح. هي كيمياء كده، لما تكون عارف قوانينها كويس بتوصل منطقيا للخطوه الجايه. امال يعني ما خطرتش في بالي لا انا ولا حد تاني في الدفعه كلها ليه؟ عشان انا بنت دحيح بذاكر، مفيش في دماغي غير المذاكره. بص، ده اسم المرجع اللي هتلاقي فيه المعادله، ماشي؟ روح لامين المكتبه خليه يجيب لك المرجع. خلاص بنروح علينا بس شويه. طب يلا. ازاي؟ بص يا مروه، لو جاي عشان معادله المورفين ادي يا ستي اسم المرجع، روحي جيبيه. بقول لك ايه، انا جاي اقول لك كلمتين تسمعهم كويس وتحطيهم حلقه في ودانك زي ما بتقولوا في الاحياء الشعبيه بتاعتكم. ايه الطريقه اللي بتكلميني بيها دي؟ انا ما اسمحلكيش اصلا. اسكتي واسمعيني. المعيد اللي اسمه مازن ده تبعدي عنه خالص، وبلاش تمحيكي الفقره بتاعتك دي. انا بقول لك ايه، انت مش قدي، انا قرصتي والقبر، ولما كنتش عارفاني بقى يا ماما اسالي عني. باي باي. سلام وقول من رب الرحيم. تقلي موقفك كده؟ غاراتك متعلقين ورا باب الحمام ومعاهم بشكير، والفطور محطوط اهو، والشاي على النار. تأمرني بحاجه تاني؟ امي فين؟ مرت خالي لساها نايمه. اقعدي يا اشجان. لا ما يصحش. اقعدي. تعالك ذنب، اقعدي. شوفوا يا بنت الناس، هنا بقى غير البلد خالص. يعني المجهود الفظيع اللي انت بتعمليه ده هيجيب بالعكس، بيتعبني يعني. كل اللي عامل لك ايه وانا رايحك؟ مش عايز احس بوجودك نهائي. يعني لما اشوفك ابعد عنك. مش قصدي، انا قصدي يعني ما تعيشيش لي انا لوحدي، توزعي مجهودك شويه مع امي، شويه مع وليد، شويه مع نفسك يعني. ايوه فهمت، يعني ما اعملش حاجه غير لما تطلبها مني. عليك نور، هو ده. اصل انا احب اخدم نفسي، يعني لما احب استحمى اروح اجيب غيراتي، اما احب امن نفسي كوبايه شاي بحليب اخش انا اعملها. ساعات تلاقيني يعني مؤاخذه داخل اخد فمين. ايوه بس قبل ما تتجوز ويبقى لك. والله ما قصدي، والله ما قصدي، حقك عليا، اصل انا كنت المفروض. خلاص، هو انت قلت حاجه تزعل؟ عايز نمشي؟ اعملي اللي انت عايزاه. طب انا همشي. استني اقول لك، صحيح هو انت لما كنا في البلد قلت لي انا عايزاك تنشلني من هنا؟ كل حاجه، خنقه والحبسه. لا طب ما هناك حبسه وهنا حبسه، انت يعني جايه من حبسه لحبسه، ايه الفرق؟ لا ما انا عارفه انك لما تروح سيدنا الحسين او السيده زينب هتقرا لي الفاتحه هناك. انت عايزه تزوري؟ لا ما عايزاش. بقول لك انا كدبت، عايز بس مش وقته. ومش وقته ليه؟ ما الحسين قريب من هنا فركة كعب، انزلي زوري وانبسطي. روح لحالي؟ ما ينفعش. وايه المشكلة؟ هتلاقي هناك حريم زيك كتير كده، ولا خايفة تتوهي؟ أنا بعرف أقرأ وأكتب. مش إحنا هنا في شارع كلوب بي عطف طابور الريش جنب ميدان العتبة؟ بسم الله ما شاء الله، ما تخافش عليكي. تعرفي لما جد فضل قال لي هجوزك، قلت خلاص هيبليني بواحدة واقعة من 18 حتة مطربة يعني. بس انتي الصلاة على النبي يعني طلعتي معدية.
ربنا يشفر بخاطرك. بقول لك أي. طب خلاص روحي اشجان ال لا خلاص توكل على الله. أما أم عبد العزيز يام. أيوة يا بي. صباح الفل يام. صباح النور. أمي أم جهزي لي 1000 جنيه عشان ناس. حرش. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7. بس بسرعة والنبي يا أم عشان مستعجل ولسه هاخد دش. دش؟ تاخد دش ليه يا واد؟ جرى إيه يا أم؟ أنا أول مرة أستحمى في حياتي. الله. فين البت اللي اسمها رتيبة دي؟ قصدك أشجان. أهي زفتة واترمت علينا وخلاص. أنت مالك بيها بس؟ وادي عبد العزيز. أنا امبارح اترميت نمت ما درتش بروحي، وأكيد البت دي اتسحبت من جنب مني وخرجت بالليل، وامبارح كان الخميس، وأكيد الكركوبة دي بتنام بدري. يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد يبقى إيه؟ يا لهوي ريحتك مكمكمة ليه؟ ولا ما تتكلم ما تنطق ريحتك مكمكمة ليه؟ ما أقول إيه بس؟ مش هما أفهم الأول أنت قصدك لا إيه؟ أنت فاهم كل حاجة يا عبد العزيز. و طب انت عاوز ال 1000 جنيه دي تعمل بيهم ايه؟ هدفع ايجار الورشه يا اما بدل ما الراجل يطردنا والباقي هيعمل بيه مصلحه. وبعدين بقى انا عايز اطمنك من ساعه ما اشجان جت وانا نايم لوحدي في الاوضه الثانيه وبقفل على نفسي تكتين. ها ما تركزيش ما تركزيش عواطف ما تركزيش. ايجار ال 1000 جنيه الله يرحمك يا عبد الرحيم. سبتنا بدري ورميت حمولك على الواد لما كبر قبل الاوان. معرضك ومخزنك ورجعتك للقطاعي تشحت على ابوابه وتقول له يا محسنين ما بقاش انا. ايه يا ابني اللي تشربه بالليل مصبحك مستقوي كده وناوي على خراب عشك؟ شارب زفت على دماغك. ليتك يا سيد معلين ظهرك. فيها انتوا عاملين زي النمل اللي بيخزن اكله قبل الشتا ما يجي. في ايه؟ ايوه اديك عرفت بنخزن. طب عليا النعمه ما حد مخزن ولا معتب. قلت ايه بقى؟ ما هو الفلوس اللي انا دفعتها يا ابني. انا بقول لك اهو قسما عظما. خلاص بطل يا ابني تعتيق انت اهو. ها ارتحت؟ لا اللي تعتق يتحمل وخلاص. الله ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه؟ تعالى معايا المعرض عشان عايزين نتكلم كلمتين مع بعض. انا ما ادخلش ولا اشرب معاك قهوه ولا نيل. الله عليا الطلاق بالثلاثه ده انت شارب قهوتك عندي. طلاق على طلاق بقى من نسواني. ما انا داخل معرضك ولا شارب عندك قهوه. صباح الخير يا بطل. صباح الهنا. ولا يلا سيبه يلا. سفر لمين يا يعني؟ تعال ولا تشاطين شاب. بص 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 مسكين كلب عاملين في ايه يا عم. سيبك منهم. قول لي بس انت اللي مصحيك بدري كده مش عادتك يعني؟ ابدا حابب امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز اللي بعد ابوك الله يرحمه مساء. خد بقى يا جدع خد ده انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق. خد الله. انا كنت باسم معاك الصنيطه يا واحنا صغيرين. انا مش هتكسف منك يا عبد العزيز. انت طول عمرك كسيب وياما عملت معايا الصح. فاكر عربية الكبدة اللي اتمسكت؟ الواد شبره عامل نمرة. اه بس فهمني بقى ليه شارع عبد العزيز تاني بس؟ ناوي ارجع افتح ورشة ابوك. هو ده وانا معاك. ما هو ايد على ايد تساعد برضه. لا خليك في كتبه بس. عايزك تكمل تعليمك يا وليد. عايزك تعمل اللي اخوك معرفش يعمله. خلاص اللي تشوفه. انا هتكل انا بقى لحسن انا اتاخرت قوي. يلا بقول لك ايه مفيش مفيش ايه حتى بنوته حلوه كده في الجامعه بتلعب في دماغك مش شغلاك يعني. ايه ده البنات على قفا من يشيل يا جامد. بس النفس بقى. انا مركز في الدراسه عشان انا ناوي ان شاء الله كل سنه اطلع بتقدير. قول لي انت بقى انت اتجوزت اشجان دي جواز جواز ولا كلام كده على ورق؟ والله وليد ما عارف اقول لك ايه. الراجل جدك ده مع انه راجل عجوز كده انما عظمه كلامه يمشي على شنبات كبار.
او ربنا. تصدق ان ابوك ممدد وهو اللي راضي يدفن ولا يقرا فاتحه لما يجوزني البيت؟ لو انت مكاني بقى كنت عملت ايه؟ لا يا عم انا مكاني كده كويس قوي، ربنا يقدرك على اللي انت فيه. يلا سلام. ربنا يقدرني على قنديل وشرشابي في ساعه واحده. قول لي بقى يا نبي الحقيقه، احنا حالفين يمين مع بعض انه محدش فينا يخون التاني. جايب بضاعه وعمال تنزلها المخزن، دي غسالات مش كده؟ دي سادس عربيه اشوفها. خلصت مرشح الهبل بتاعك؟ والله ما حد سايق الهبل على الشيطانه غيرك. قول لي يا اخويا عبي لي وداني ويضحك عليا. اسمع بقى. البضاعه دي بكام الغساله في الاوتوماتيك دي يا حاج؟ دي مش للبيع يا ست. ما معروضه هي للبيع. معلش بس البضاعه اللي هنا كلها من بيعه، تعالي بكره ان شاء الله الظهر. وماله؟ ما هي كلها مشاوير وخلاص. ما رضيتش تبيع لها ليه؟ خايف تقول السعر قدامي؟ طبعا عامل سعر قليل قوي وانا افضل اطفش في زبايني. يا ابني افهم بقى، البضاعه دي مضروبه. يا نهار ابوك اسود، مضروبه؟ لا يا عم انا عيب ماشي. استنى بس، استنى هفهمك. البضاعه دي مضروبه من بلد المنشأ نفسه. يبقى جايبها وقيع عشان توسخ بيها السوق يا حلو. وقيع اوسخ؟ لا، ده انا هعمل لك مصلحه، هشقلط لك شارع عبد العزيز كله. طب ايه رايك بقى ان محدش هيبلغ الغرفه التجاريه غير بلغ براحتك يا حبيبي، مش هيلاقوا اي حاجه. ليه؟ الله، مش بتقول يا ابني البضاعه فيها عيوب، هتبقى في سليم ازاي؟ ما انا هقول لك اهو. ايه ناوي ترجعها تاني جزر القمر؟ اسمع بقى يا سيدي. ما شفتش ابويا يا حاج. ابوك ده يطلع مين؟ صبره، والنبي ده بقاله يومين ما جاش البيت. وجاي اسال علي هنا في معرضي هيصاحبني ولا ايه؟ ايه يا عم، هو انا بصحت منك بقول لك بقاله يومين ما جاش. ان شاء الله يفرموا انتوا، انا مالي. يلا يا بنتي من هنا. غوري يا بنت، لو ما اديكي 30 جزمه انت وابوكي غوري. اعوذ بالله، ده انتوا ايه ده؟ عم بصيري ابو دنيا، يا بنت يا سميره، انت لسه بتدور على ابوك يا بنت؟ مندور معايا يا نصر والنبي. ادور معاكي ده ايه؟ ادور معاك ولا ادور على اكل عيش ولا يا عمي في ايه يا عم؟ ايه ده بقى، انت بتديني بالمسمار؟ يا عمي ده من اول امبارح ما جاش، ورحت سالت عليه في اسم قالوا لي مش هنا. اكل شويه قهوه على الورشه يا نصر. ماشي يا راجل، انا اخويا سخن في المشي. انا مالي مالك يا بت؟ مفيش، انا مش لاقي ابويا، والواد اخويا في البيت عيان سخن، ورحت الاسم سالت على قالوا لي مش هنا. واخوكي ده في ايه؟ في البيت يا عم. وانتوا ساكنين في ايه؟ في الدلاطه. طب تعال تعال يا اسطى. دراسه؟ تعالى اسمع معايا. طريقنا مش واحد. توكل على الله يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. تعال واخد يا اسطى. ماشي تعالى يا بت. ما هو من يوم ما غزو العراق للكويت معايا الاتحاد السوفيتي سوفيتي وقع خالص، خد بالك بتاع جرشوف. ايه يا عم سي ان ان انت في ايه؟ ربنا لا يرجعها ايام. اهي دلوقتي ابتدت ها تسقسق شويه. بس انا عاوز اقول لك يعني ان علشان اللي حصل ده كل المصانع بقى اتضربت والشركات اتضربت وبقت البضاعه كلها مضروبه وسوق الخليج اتقفل. يعني انت بقى ناوي تجيب البضاعه دي اللي هي خارج بيت، اللي هي بعد الحرب ما خلصت يعني طالعه من الحرب جياله. اسم الله عليك، كل الكرتات بقى اللي خارجه من المصانع فيها حاجات مضروبه، ناخد احنا بقى المضروب ده ونخليه بقى ايه، بريفيكس. اخوك وقع بقى على ايه، بيعه تمام التمام التمام. طب واللي باع لك البيعه دي ما فكرش زيك ليه هو كمان انه يصلح الكارته دي ويرزقه او على الاقل يرجعها تاني لبلد المنشا؟ ما هم اختلفوا على الشحن والمرتجع، انا وصلت في الوقت المناسب، خدت البيعه كلها من صاحبها. وانت بقى ناوي تبلينا بيها؟ بس جينا بقى لمربط الفرس. انا اتعرفت على مهندس الكترونيات شغال في اسكندريه، هو بيستورد قطع غياره. قال لي هات لي واد كهربائي كده حلو، ناخد الحاجه البايظه وبعدين نحط السليم،
تشتغل مية مية ولا فيهاش أي خدش. يبقى احنا بقى محتاجين مكنة بعيد في الدرة عشان نعمل فيها الحاجات دي. قصدك عيادة تجميلة فيرش ولا ايه؟ طب ايدك؟ سلام. ايدك؟ عايز ايه؟ ايدك على العربون. عربون ايه؟ طب بس حتى واحمل واربط وبعدين نبقى نتكلم. يا ساتر. ايوه ايوه يا ابني. حتى خلص. امي فين يا بنت؟ هي اصل اما ايه يا بنت؟ في ايه؟ الواد ماله يا ست انت؟ يا ست هو جه معايا ثاني وادي وادي المستوصف خلصني. وريني الواد. النبي يا اخويا ما تعرفش شبره اتصن فين؟ يا نهار اسود، ده وقت شبره. الواد هيروح منك يا حمار انت. ده لسه كان زي الفل دلوقتي وكان لسه بيعيط. الواد مولع. ماله؟ اوتكشي اوتكشي اوتكشي. يا ايه يا جدعان التصنيف ده؟ ايه ده؟ معلش يا اسطى، النبي الواد تعبان قوي، هروح مننا فين؟ اي مستشفى يا اسطى قريب والنبي. الله يصلح حالك. ايه الاخبار؟ اسكتي بقى لحسن، دي بجد دمها محبوس جدا ومش طايقانه يا مروه. احسن خليها تعرف حجمها كويس. لا لا يا مروه، بس انت بصراحه اتصرفتي معاها بغباء جامد. يا بنتي انا زي الاسد، لازم احدد مملكتي كويس عشان القطط اللي زيها ما تقربش. قصدك مرات الاسد. بطلي قله ادب. يلا يا حبيبتي قومي بقى انكشيها وعرفي لي ايه الاخبار. لا ده انت اتجننتي رسمي. سلام. تعالي هنا يا عبيطه، رايحه فين؟ يا ماما انت لوحدي بان عنك اليومين دول عشان حاله البارانويا اللي عندك، عشان انا خلاص تعبت منك كده برضو يا لولو. امال انا ليه ما زعلتش منك لما عملتيني كوبري للواد محي بتاع طب؟ لا لا بقول لك ايه، لسه بقيت الجرايد ما عرفتش عشان تبقى فضيحه عامه بس. اعملها، انت عارفاني ما سيبش طريق ابدا. يلا يا حبيبتي ربنا يهديكي، روحي انكشيها وعرفي لي الاخبار. طب ما كنتيش تحلفي بس يا مروه. خلاص ما تعيطيش، قلت لك لازم ما تعيطيش. يلا يا ماما. ركز يا روسي، انت عارف اصلا ان الكيمياء العضويه كلها قايمه على ايه؟ على الميزان اللي هو الايه؟ السي اتش. يا بنتي كفايه كيمياء بقى، انا خلاص بمشي وراكي بتنفس ثاني اكسيد الكربون. ازيك يا لبنى؟ الحمد لله، شكل الدكتور مش جاي النهارده. يا ريت خلينا نعرف نذاكر اللي فات. طب بقول لك ايه يا احمد بقى، عن اذنك شويه عشان هنتكلم كلام بنات مالكش فيه. كلام بنات؟ ماشي، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اللي ماليش فيه هي العضويه، لكن في كلام البنات فريره. يلا سلام. طب ركز بس في المعادله دي وهتبقى تمام. انا شايفه ان هو معجب بيكي قوي. مين ده؟ احمد؟ في ايه يا لبنى؟ مازن طبعا، كان احنا بنات وفاهمين بعض كويس. بقول لك ايه يا لميا، انت وصاحبتك، انا جايه الكليه دي علشان اخرج واخد البكالوريوس، لا جاي احب ولا اتحب ولا حد يطلع عليا كلام. خلاص. في ايه يا لبنى؟ اهدي شويه، هو انا جايبه الكلام ده من عند نفسي؟ كل الدفعه ملاحظه كده. كل الدفعه عيال تافهه وهبله وانت زيهم، انت وصاحبتك. يا شباب، دكتور ملتاج يعجل المحاضره الاسبوع اللي بعد الجاي عشان عنده مؤتمر بره. يلا احسن برضو. يلا بقى تعالي نشرب اي حاجه لحسن، انا خلاص عندي صداع. اشربي معاها ويكون في علمك بقى، انا مش هسمح لحد فيكم يجيب اسمي وسمعتي على لساني، فاهمه؟ اطمني يا ست على ابنك. الحمد لله. كتر خيرك يا دكتور. زيزو انا جابك هنا يا زيزو. ها وانت يا اخينا ازاي تسيب ابنك عامل بالشكل ده وتسكت؟ ايه ما سخنش؟ ما سمعتوش بيموت من الكحه طول الليل يا باشا؟ بس ولا ايه؟ تخلفوا العيال وترموها؟ اتفضل هات له الروجيتا دي بسرعه، ده تكون قرف. زيزو خلفته امتى ده؟ ها قول لي امتى؟ يا بنت اسكتي يا ناقصاكي، ده ابن واحد صاحبي. ابن واحد صاحبك وحياه امك عواطف؟ قام يا بنت واحترمي نفسك. مالك يا اختي وماله؟ مالكش دعوه بيا يا بنت؟ مش خد يا اختي ابدا. خلاص بقى خد الواد. ماشي اخويا. يلا روحيني. ماشي اخويا. فين اخويا الفلوس؟ كمان فلوس؟ خد يا ست. فلوس ابنها 17 جنيه. كام؟ 17 جنيه. خدي بس بيضربوا بيهم كل انت كمان. يلا خد الواد وروح على البيت، ويمين بالله لو ما جبتوليش الدواء تشوف هعمل فيك انت وشبره. ماشي استناك بالليل يا بابا زيزو. بابا زيزو بابا زيزو. ها بابا زيزو بتبعت فلوسك على الحريم يا زيزو؟ ايه يا بنت، هي ناقصاك انت كمان؟ هتيجي معايا ولا هتستني هنا؟ وحياة امك عواطف، اعرف حكايتها هي واشجان. مالك يا بنت كده بتكلميني كانك مراتي وقفشاني وغيران عليا ايه؟ المستقبل ان شاء الله. المستقبل ان شاء الله باذن الله. طب يلا يا فندم. طب انجار انجار. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني اللي انا حسيته من كلامها انه مش في دماغها اصلا. يا بنتي ده خبث حوار، النوع ده اصلا مكشوف من زمان. ما يمكن مش في دماغها فعلا، لكن في دماغك انتي، وهو ده اللي شادد مازن ليها على فكره. مازن ده انا مش هسيبه،
ولازم اوقعه وبعد كده انا اللي هسيبه بمزاجي. بس انت لو وقعتيه حلوه مش هينفع تسيبيه، لانه ساعتها مش هسيبك تخرجي من الكليه اصلا. ما هو ده بقى اللي فايت عليكي يا بنتي، الكلام ده يعمله مع واحده زي لوبي، لكن معايا انا ما يقدرش يكح. ايه رايك بقى في مباراه بين سفير وبين بياع في مكتبه؟ مش تجنن؟ بصراحه المباراه هنا يعني صعبتها جدا، لان انا عايزه اقول لك ان الحكايه في كلمتين، القلب وما يريد. قلب ايه بس يا بنت اللذينة؟ في ايه يا بنتي اتجننتي؟ بصي الظاهر ان كلامي مش جايب نتيجه معايا. بقول لك ايه، اقعدي بقى وخلي عندك كرامه، المره اللي فاتت شفرك، المره دي هيدلتك خالص. مالك يا بنتي عمالك تلفتي كده ليه؟ انت خايفه حد يشوفك معايا ولا ايه؟ لا ابدا. طب مش هتقولي لي بقى مين اللي كان بيوصلك ده؟ ما انا قلت لك ده عاصم متربي معايا زي اخويا، يعني محل ابوه جنب مكتبه ابويا في الشارع. شوفي يا لبنى، انت ممكن تقولي ان هو بيحبك، متفقين تتجوزوا لما تتخرجي، اي حاجه، بس موضوع اخويا ده انا مش هصدقه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ في المنهج؟ لا مش في المنهج. هو انت ليه مهتم قوي يعني بعاصم كده وعايز تعرف اذا كان بيحبني ولا عايز يخطبني ولا ايه الحكايه؟ سمعت عن واحد اسمه هارون الرشيد؟ ايوه. ايه علاقه هارون الرشيد باللي احنا بنقوله يعني؟ لا ليه علاقه طبعا، ما انا بقى هارون الرشيد بتاع كليه صيدله، وليك الشرف تكوني واحده من حريم مازن الرشيدي او الطنباري، وكمان هتستني دورك يا لوب. طيب حضرتك عايز حاجه تانية قبل ما امشي؟ عايز اسمع ردك ودلوقتي. شوف يا دكتور مازن، انا مش حريم حد، واضح انك غلطت في العنوان والغلط مردود. يا ريت بقى تخلي هارون الرشيد بتاعك ده بعيد عن سكشن الكلمه. ماشي على اذنك. وقت الكاسيت ده سعيد. السلام عليكم يا انا. اهلا يا عم زيزو، عاش من شافك. بقى لا يا اخويا. ده هو دود. عشت يا اخويا. خد قد دول. ايه دول يا زيزو؟ ده تقفيل حساب ابوه الله يرحمه. انت بتشتمني يا زيزو؟ يا جدع لم فلوسك بقى مستوره والحمد لله. طب على الطلاق ما واخد منك حاجه، حط فلوسك في جيبك يا جدع. مردودالك يا انور، بس ده حقك ولازم تاخده. يا عم سيبك بس من الكلام ده، انت ايه اعتزلت الملاعب ولا ايه؟ صدقني ما حدش هينفعك غير صناعتك. طب مشينا الاول بالانوار، وكلوك مش هيتزل ده بعدين. او ده بقى العبقري اللي هيفتيك بالمفيد. برضه اتكست عربيه كار يونس. شلت لك عبقري. بس التسجيل وراديو سلام، لكن ما عارف ما بيطلعش صوت من الاساس صح؟ الله ينور، باين عليك 100 100. انور هات لي ايسيهين تي دي ايه. وكده يقول بقى؟ ادي لك كهربائي يجرب ويشوف. لا وكهربائي ليه؟ ما المكوه سخنه، نط بس هنا والراجل هيقدرك. كان هي فوز. عايز اشتغل يا انور. يا عم هو حد بيشوفك؟ هتظهر وتبان عليك الامان. الجزء ب7 جنيه برنس. عينيا يا انور اشتغل. خلاص اللي كنا بنتحنجل على حس ويمين وشمال راح يا انور، وانا بقى ناوي افتح ورشته وادوس في نفس السكه. يا عم فكك من الكلام ده، خليك في شغلك احسن. كده تمام يا ريس، خدها وجربها، لو فيها اي حاجه رجعها تاني عادي يعني. الله يكرمك. ها كده مرضي؟ زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشغل بقى ممل يا انور، وانا عايز اطلع بسرعه. خد ابو قسم. يا عم انت ده رزقك، ما تعصبناش، ربنا بيقوي قلبك على الخير، بس بلاش غسالات، كفايه اللي جرى. بالعكس، انا عايزك بقى توديني للراجل اللي كان ابويا بيجيب منه بضاعه، اكسسوارات وحلل ومواتير، وانا هدفع وقتي. طب اسمع مني بقى ودنجا دنجا، انت تجيب مونه غساله واحده، حلو؟ ركبها، اتباعت هتجوز، كده يعني. انت ما عرفتش مين اللي سرق الورشه؟ السلام عليكم. ازيك يا انور؟ يا زيزو بقالي ساعتين داخل عليك يا جدع، في ايه هناك؟ مش بعاده يعني يا شافعي. ورشتك فيها شغل، يلا بينا على الورشه بتاعتك. خلاص يا انور استاذن انا واجي لك بعدين. حبيبي. سلام يا انور. اسال عليا يا جدع. دنجا دنجا.
لبنى. ايه في ايه؟ ايه يا مروش يا مال؟ قلت لك مليون مره لما تبقى تدخل عليا تبقى تخبط على الباب. ما تهدي كده، في ايه؟ ما تاخدنيش في دوك. مش في بينا اتفاق؟ اتفقتش معاك على حاجه. لا روقي كده، مش المفروض كنت اتكلم يا ابويا الحاج عشان يديني الفلوس واسافر؟ اه هو ايه اللي بقى؟ ما انتوا مش هتلعبوا لي لبعض انتوا الاثنين. هو يهزقني وانت تثبتيني بكلمتين والموضوع يضيع ما بينكم. لما تتكلم على ابوك اتكلم عادي. شوف يا بنت انت لما اقول لا تقولي ولا اقول لك. خلاص نازلين. الله، بس بقى اللي هيرد عليا هبقوله لك. طب استني بس، ما تنزليش تكلميه وانت كده، كده هتيجي تكحليها تعميها خالص. امال عايز ايه؟ عايزك تهدي بس كده وتنزلي. وبعدين افتكري يا لبنى، انا مستقبلي كله في الكلمتين اللي انت هتقوليهم دول. حطي الكلمتين دول يا اختي في دماغك وانزلي له. ماشي ماشي، بس النتيجه بقى بتاعت ربنا. ربنا يستر. بص يا دكتوره، الغساله دي نص ماتت، عايزك تعرف فيها ايه بالظبط وتقول لي عليه. اهي الله خير يعني، ما الغساله نيوز يا شفا. ما انا عارف انها نيوز، عايزك تقول العطل فين ونصلحه. برضه مش فاهم. انا حط الفيشه الوقت في الكهرباء تدور، تسمع الصوت تعرف العطل فين تبلغني بيه. ماشي. تعمل ايه يا بورا؟ هشغلها. مش محتاجه تشغيل ولا تجريب. ايه يا كيمياء؟ الغساله دي مرتجعه ولا في كل لاعب فيها بوظها؟ مالكش فيها يا عمونا، انت عليك تصلحها وتقفل الارشادات بتاعتك. ماشي. انا ابيض ده اخرها نشافه يا معلم. من غير ما تبقى نشافه يعني مش هتنفع تبقى غساله بعد كده ولا ايه؟ جايز غسالتك وروح اتوكل على الله واطفي نشافه. يعني مش هتنفع تبقى غساله ابدا؟ دي فيها كارته يا عم. طب ما تصلحها. هي ممكن تتغير. لا تغير؟ ما انا جاي لك ليها عبقري، مخمخ فيها كده وانا هوصل مشوار واجي لك. ده انت السعد هيدق بابك والفلوس هتجري في الجنيه وتبقى زي الحلاوه، بكره تقول شفع قلبي باذن. طب استنى اما اقفلها خدها معاك يا شافعي. اخوك الشملول فين؟ مش يجي يساعدنا؟ ولا انا مخلف جوز بناته بس؟ مالهم البنات بقى؟ ما انا ايدي في ايدك اهو. والله انت جدع منه. قلبك طيب وحنينه. انا مش عارف الواد ده بنراول مين، مش فاهم. طب اهدى بقى كده عشان انا نازله لك من فوق مخصوص عشان. يبقى وصاك تكلميني على الفلوس اللي عايزها بخصوص تأشيرة السفر. ايه الشطاره دي يا حاج؟ طب ما انت عارف اهو. ولا شطاره ولا حاجه، مفهومه. طب صلي على النبي كده يا حاج واسمعني. عليه الصلاة والسلام. خد نصيحتي، أنا شايف إنك تديله فلوس التأشيرة وترتاح منه. منين؟ منين يا حبيبتي بنت شايفة؟ المكتبة يا دوبك بتأكلنا يعني. استلف يا بابا، وبعدين يعني هو كمان عايز يكون مستقبله، مش أحسن من وقفته مع العيال الصيعة دي على نص الشوارع ويجي لنا كل يوم وش الفجر. يعني تحب بقى حد يجي لك من الاسم كده يقول لك الحق الواد صالح ممسوك في قضية ضرب واد ولا مخدرات ولا حاجة؟ مخدرات إيه؟ انت عارفه ان اخوك بياخد مخدرات وحاجات من دي؟ لا طبعا ما بيشربش مخدرات، بس وقفته مع العيال الصيعه دي ممكن تخليه يعمل حاجه غلط. طب انا اقول لك حاجه، بلاش انت تديله الفلوس في ايده، انت روح معاه وادفعهم بنفسك. قلت ايه؟ اقول ايه؟ خلاص انت اخرها. اقول ايه؟ طب ادعي له، ادعي له بس كده وارضى عنه عشان ربنا يرضى عنه. ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه. تصدق الواد ده لعيب؟ رزقه اكتر من رزق ابوه. معلمي بعد اذنك. ايوه ده يمشي 350. ورينا يا سيد. ماشي يعدي. سلام. بالاذن. بس عارف بقى انا خايف من ايه؟ ان الواد ده يطلع واخد غباوه ابوه وحمريته. اعتمد عليا في الموضوع ده يا معلم، انا هلين لك دماغه. ايه ده؟ انت حاطط رجل على رجل؟ ما اولع لك سيجاره؟ قوم يا بقف من هنا وسخت الكرسي. انت هتصاحبني يالا؟ لا عفوا معلم العفو، كنت اخد بس قاعدة ود ومريح. ود ايه ونيلة ايه؟ امسك اديله دي. ماشي. خليه يشوف اللي فيها يحلها ويركبها. انا يا معلم اي اوامر تانية؟ ولا هتاخد وتدي معاه في الكلام وتقرفني ابعت كبش غيرك؟ لا يا معلم، ده فريرة انفذ كل اللي انت قلت عليه يا معلم. يلا الو اشيرش، حضر فلوسك يا حبيبي، كلها سعايه وكل حاجه هتبقى لسه. الله، وانت نسيت خناقه امبارح؟ انت ايه البارون ما كلت دماغك وجبت زيت؟ ايه
لا والله، لا اسد، اسد وجامد. ماشي، اما تفضل كلمني. سلام يا حبيبي. انا كده خلصت يا بابا، انا هعدي على زيزو بقى هاخده معايا عشان عايز اجيب شويه حاجات للكليه. طب ما تاخد اخوك احسن. اخده معايا فين؟ هو اصلا بيرضى يجي معايا في اي حته؟ احنا بلاش زيزو الايام دي، مش عايزين مشاكل مع اخوكي، دماغه مليانه غباوه. الغباوه دي حركتين عاملهم علشان ياخد فلوس التأشيرة. خلي بالك من نفسك. ماشي. معاك فلوس؟ معايا. بس انت والنبي شوف هتعمل ايه كده في التأشيرة وتجيب الفلوس منين عشان هو مستني يرد عليه النهارده. يلا سلام. ربنا يدبرها بقى، هعمل ايه؟ يا نهار ابوك اسود، انت؟ فاكرني هترجاك يا رحمة؟ كمل لسانك يا بنت، انت وغوري من هنا، مش عايز فضايح. فواد مش تقول لي الحمد لله على السلامة؟ نورتي، اشربي شوية شاي. اتفضلي اطلعي بره. ايه واد مالك؟ ودانك احمرت كده ليه؟ يا خجول. خايف؟ خايف من ايه؟ من ابويا ولا من اخويا الظابط احسن يعلقك؟ ما جيتش امبارح ليه؟ قطعتني قدام المطافي والشمس تنقح في دماغي والشباب اللي رايح واللي جاي عمال يعكس فيا واقول هيجي هصعب عليه مش ههون عليه. نسيت، سوري عليا، حصلت لي مصيبه زي اللي ممكن تحصل دلوقتي لو حد دخل وشافك هنا. ليه يا حبيبي؟ احنا ما بنعملش حاجه غلط. لا لا سمح الله، بنسمع لبعض جدول الضرب. طب خمسه وسته بكام؟ بسبعه ونص. غوري بقى. مش هغور ومش هوديك في داهيه زي المره اللي فاتت، بس قول لي هتيجي بكره ولا اجي اخدك؟ هاجي ورحمه ابويا لاجي. يلا بقى زق عجلك. طب هات واحده زي الاستاذه ناديه لطفي في فيلم الخطايا. يا بنت بتعملي ايه؟ يا واد هات بوسه. يا بنت المجانين امشي بقى. يا واد بقول لك بوسه، هو انا بقدر؟ لا. طيب استناك بقى بكره زي ما اتفقنا يا اسطى. ازيك يا لبنى؟ لبنى استنى، مقفل المحل تاني. الشاي يا زملاشة. ايه يا عم كنت فين بقالك اسبوعين ثلاثه؟ انت فين يابا؟ شغلك. الله الله، ليه كده صاحبي؟ طب بص بقى، بنتك جت سالت عليك وقالت امي عيانه واخوها عيان وكلام من ده وبتاع. قول من وش يا ابني. الله، ليه كده يا صاحبي؟ طب بص بقى من الاخر، انت حسابك معدي ال 20 جنيه وانا عايزه بصراحه، عايز اجيب شويه ميون بقى للقهوه. اسمع نصر، قريت كتاب علم القهاوي الفصل الثاني، هتلاقيه مكتوب باسم شبرو. بيقول ايه بقى الكتاب؟ ايه؟ لما تلاقي شبرو قاعد بيمخمخ في مصلحه ما تبقاش تشنشر عليه. تعمل ايه؟ تقفل الكتاب وتغور من وشه. نعمل ايه؟ نغور من وشه. اتكل على الله. اقفل الكتاب وغور ياض. ده بدع فراق وخلته في حساب عامل ايه؟ كويسه؟ سامحها يا شبرو. يا عم الانسم، هفضل مستني اهلك لحد امتى؟ ما احنا جايين من المصلحه سوا. ما انت عارف يا عم اللي انا لما بتصوت البرنامج ده القتيل، ولا عندي امي تصحيني ولا خالتي تغديني، في ايه بقى يا سيدي؟ انت هتلحنا ولا ايه؟ بنظامك كده مش هتاكل معايا، المصلحه تقيله ومحتاجه دماغ مصحصحه. يابا رقبت ليك وبطل استعطال لغايه المصلحه ما تتم. 50 حته وبعدها نفتح مرزقانا ونعيش نضاف. ايه الحتة دي اصلا؟ تربة حشيش احمر. ايه ده؟ هما غيروا الاسامي ولا دايب ولا ايه؟ مش كان اسمه فرش؟ ناخد الفرشة ب 500 نبيعها ب 850. 550؟ انت لسه هتحسب وتقر، مكسبنا 17 باكو ونص. حلو قوي، بس فين راس المال ده؟ هي دي المصلحة اللي ربك بعتها لنا من السما، الناس واثقة فيا، هيدونا المصلحة لحد ما نسلك نعدي نبيع. اه بس انا حاسس كده ان المصلحه دي مرصوده يا اسطى، اللي فرب بالرخيص يبقى عايز يخيش ويخلع. مصلحه راس مالها قلب ميت، فيها فيها، بس دي فيها تعبينا. لو ما شلناش الف غيرنا يستمنوا يشيلوا. يابا على بالك، وانا بقول لك هياخدونا يومين اشتباه، احنا لقينا اب نغرق. فكر ورد عليا. طب اعدي عليك واخلي في البيت. مش رايح الزفت، سنارتك وحصرني على الخن. ليه؟ وبحاسب الواد نصر ان شكله هيبيض ويفقس وما قراش الكتاب برضه. كتاب ايه؟
في علم القهاوي يا حمار. طب ما تنساش تجيب الدود على شبره. وانا كل ما بجيب الدود السمك بياكله، وانا هعمل ايه بعد كده؟ وحياه امي اللي عورك وارميك السمك يا شبره. اما عندنا سمك بيتاكل بقى ويخلص بدل الزحمه اللي احنا فيها دي. طب انت رايح فين طيب؟ والله العظيم زي ما بقول لك يا لبنى، هما كان قبل كده عندهم فيشه بايظه فابوها بعتها عشان اصلحها. بعد كده يمكن حاجه تانيه عطلت فجايه تاني تقول لي. طب انا اعمل ايه طيب؟ جايه تقول لك الباب مقفول عليكم في الورشه؟ طب انا قلت لك قبل كده يا لبنى الباب بايظ واللي بيعلق، طب انا اعمل ايه؟ هو قفل لوحده. بنتي بتثقي فيا؟ اه اثق فيك، لكن ما اثقش بقى فيها هي. طب واحنا مالنا بيها بقى؟ الله يا سلام. والله العظيم ما في حاجه. امال ايه بقى؟ استناك بقى وما تتاخرش عليا. انا والله ما في حاجه. طب هي تيجي حاجه فيكي دي؟ فكي بقى، فكي بقى، يلا احكي لي بقى ايه اللي حصل. ما انا كنت جاي احكي لك على الورطه اللي انا فيها لما لقيتها عندك في الورشه والباب مقفول. على تاني تاني خلاص يلا هنشرب حاجه. ياه ايه ايه لسه زعلانه؟ لا ما انا ما بعرفش ازعل منها. وانا ما اتزعلتش منها مش كده؟ لا يتزعل. مش عارفه هتفهمني ولا لا. افهمك ازاي بقى وانت طالبه لي حاجه ساقعه وقهوه و... ايه؟ متغيرش الموضوع خلاص؟ قولي. أنا خايفة. من إمتى؟ اسمها من إيه؟ من إمتى؟ أنا أقصد من إمتى؟ لأني عمري ما شفتك خايفة، عشان كده بقول لك من إمتى؟ بعد ما دخلت الجامعة فرحت إني حققت نص أحلامي. والنص التاني أنت يا زيزو. بس النص الاولاني خنق النص التاني. مبقاش معقد كده. انا مش ده اللي اقصده. زيزو انت بالنسبه لي مش مجرد حلم. انت الدنيا كلها. الدنيا اللي ما دخلتهاش نفسي عايشه. انت حته مني ومن كل اللي فات. عارف النهارده بعد ما سبت المواعيد اللي حكيت لك عنه ده فضلت افكر فيك طول الطريق من البيت للكليه. حسيت اني خايفه. خايفة انك تبعد عني. تعمل شماعتك الظروف. انا اسفة بس انا بحاول احط قدامك كل الحاجات اللي جواك. واللي انا فاهمها كويس. وفاهمة اني بسهولة ممكن اتنازل عنك. وحتى لو عملت ده اعمله عشان. عشان؟ عشان ازاي يعني؟ لو كنت انا بالنسبة لك نص احلامك فانت يا لبنى كل احلامي. زمان واحنا عيال صغيرين كنت لما اشوفك كده طالعه من البلكونه او خارجه من المكتبه كان جسمي كله يقشر. كنت براقبك، بخاف عليكي واغير عليكي، بسرقلك نظرات في الرايحه والجايه، وكل سنه كنت بتمنى تنجحي وتجيبي مجموع اكبر لحد ما تخشي الجامعه. كنت بتمنى تفرحي يا لبنى زي ما تكوني بنتي. عشان كده لو عملت ده ومشيت هبقى عشان مصلحتك صدقيني. اديك قلت بقى مصلحتي. وانا بقى مصلحتي معاك. مين قالك حاجه غير كده؟ دكتوره بتحب صايع؟ ما تقولش على نفسك كده. انت مش صايع. انت حبيبي. الظاهر ان احنا متورطين في بعض. عارفيني باصحاب ولا حبايب ولا حتى اخوات. ليه بتقول كده؟ عشان الحب مش فتوانه ولا فرد صدر ولا حدوته بتنتهي في كوشه. انك تبقي مبسوطه وانت بعيده عني حب. ده بالنسبه لي حب. وليكي شايفه ابويا مات وفات لي هم على الهم. طول ما انت يائس كده هتفضل تعذبني وتعذب نفسك. انا مش عايزه اشوفك تاني ولا انت بقى تحاول تشوفني. خلاص
زيزو يا معلم خطفت من اول الشارع. ماشي يا اخويا روح انت. ماشي يا معلم. ايه الحلاوه دي يا زيزو؟ النشافه انا بتغسلها. وقت الله يبارك لك يا معلم. اسمع الكلمتين دول بكل كيانك ودماغك. شارع عبد العزيز مليان الكترونيات وكهربائيه صفاره تلم جيش، بس عامل ايه؟ رزقك واسع واللقمه بتمدي اكلها. وانا بحب سدادك. اسمع عزيزو، اللي يمشي في المولد يتحمل زائد درويش، وده مش اي مولد، لا ده مولد سيدي شارع عبد العزيز. شوف ابوك زقه واحده اكنه معمول من الازاز، اتفتفت 600 حته. اديني مطاط اهو يا معلم عشان الم اللي اتكسر. طاطي ولم براحتك وعلى مهلك، بس اوعى تقب بدماغك يقع منك كل اللي لميته. ربنا يجعلنا من درويشك يا معلم ونمشي جنب الحيط. وانا موافق تبقى من درويشي. محدش هيلبسك العبايه والعمه وتتدروش غير عمك قنديل البارودي. ماشي. روح فكر في كلام اللي قلته لك كلمه كلمه ورد عليا بكره. ولو قلت لك اني فكرت وراكب معاك من اول الخط. خلاص يبقى اتفقنا. ويا دار ما داخلك شر. خد خلي دول معاك. امسك. سلام. شوف يا صالح يا ابني، الظاهر انك انت ما قدرتش تفهم ابوك. كان نفسي انك انت تفهم كده لوحدك، لكن بقى يبدو ان انا اللي لازم افهمك بنفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي اسمع الكلام اللي بيتقال. انت كمان هتشهد عليا؟ طب ما ترد السلام الاول. يا صالح انا ماليش راجل غيرك. اختك ربنا يخليها هتقعد معانا شويه ومصيرها بيت جوزها. يعني انت راجلي سندي. وانا طرح حاجه تانية يا ابويا. بيعزم عليك يعني تفكك من موضوع السفر ده وتقعد معايا؟ شوف يا ابويا من غير ما تزعل مني، انا موضوع المكتبه ده ما بينزليش من زور، وانت عارف الكلام ده كويس. وكل ايش تحلم بيه في الكليه اللي انا دخلتها دي ان انا اسافر بره. يا سيدي انت مش عايز تساعدني، سيبني انا اتصرف بقى. انا قدامي واحد ممكن ياخد ربع جنيه على الجنيه وكنت انا بخلص. ربع جنيه على الجنيه يعني ايه؟ ربا فايز؟ انت مش عارف ان الربا حرام؟ حرام ايه بس يا ابويا؟ والمبلغ كام؟ 4000 جنيه بالتذكره بكله. طب انا هديهم لك. ربنا يخليك لينا يا ابويا ويخليك لينا يا ست. يا غيتت يا مصلحكي. ماشي. بس اسمع، الفلوس دي انا هستلفها لك. الراجل الحقيقي بقى يا سيدي علاء النعمه هبعتها لك من اول مرتب اقبضه. بس ها نقول بكره كويس. ايوه بقى يا ابويا ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سامح الله بركاته. سامحوا بقى، سامحه والنبي عشان ربنا يفتح عليه كده ويمكن يكسب فلوس كتير يبعت لك تعمل عمره ولا حج. انا مش عايز منه اي حاجه، انا خايف عليه من نفسه. هو لما حضرتك هنا وانا هنا مين قاعد في المكتبه؟ والله العظيم انا زهقت قفلتها وقلت اطلع استريح. طب هتنام خفيف زي عوايدك بقى ولا تتعشى معايا؟ طبعا هتعشى معاك، بس اسمعي انا عايز سندوتش جبنه بيضة وكوبايه شاي باللبن. من عيني. تسلم عينيك يا حبيبي. استغفر الله العظيم. اتفضل يا معلم جلديل، ده احسن صنف في السوق. قول لكم بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. اوى 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 يلا يا حبيبي. اتكل على الله اتكل على الله. حاضر يا حبيبي. ربنا معلم. مفيش بالراحه قبل ما نمشي انا والمعلم. الواد ابني بعرف معلمي، سيبني اروح اشوف الله اللي كل يوم والتاني هتعمل لي فيلم وتقول لي ابني ومش ابني؟ لو مش عاجبك الشغل روح شوف لك معلم تاني اسرح وراه. يلا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ انا عايز المعلم رايق ومتكيف عشان لنا كلمتين نقولهم مع بعض. استنانا برضه. ماشي يا معلم. احسن حاجه عملتها والله انك غورت الواد ده. بقول لك يا شرش، عارف العيال دي؟
عجول والله والله ورب في عجول. قلت ليش رايك في اللي قلت لك عليه؟ اللي هو ايه فكرني كده؟ الواد زيزو ابن عبد الرعيم. لا 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 لا، انت كمان هتعمل فيلم عليا؟ ولا فيلم ولا حاجة، بس الواد ده آخر واحد ينفع في الموضوع اللي احنا فيه ده. ده رجع الغسالة في أمريكا يا سيدي. ما قلناش لأ، صنايعي شاطر لكن سرنا يبقى في عبه؟ ما ينفعش. جريان دين، انت خلاص مخك باظ، ما عدتش بتعرف تقرا الناس ولا ايه؟ يعني انا اروح اجيب واد اهطل ومتداول وبعدين يطلع يبخ بره وريحتنا تطلع؟ لا، نروح لزيزو اللي مخه بيور، اول ما رجله تاخد على القرش وازاي يلمه مش هنعرف نحصله، واحنا خلاص كبرنا ما عدناش نعرف نجري تاني ونتنطط يا انديل. اقول لك بصراحه، انا عايز ولاد صحه وعافيه يعرف يقدف جامد قوي بيا وبيك لغايه ما يوصلنا الشط التاني. واول ما يوصلنا الشط التاني هتعمل فيه ايه؟ قول لي بس ايه اللي في مخك يا انديل. امتى هنفضل قاعدين زي الكلاب كده؟ هنقعدوا كده لحد لما نقلبوا ديوك، ونقعدوا نيدنوا في الفجر لحد لما الشمس تقعد تشكشك. مش باين لها انها هتتعدل يا صاحبي. ان شاء الله بيبان عليها. خلينا عايشين زي الميتين، هنشيله ونحطه زي الحمير لحد لما نشوف اخرتها ايه. ظهري وجعني يا صاحبي، ما عدتش قادر اجر. الحمل تقل عليا يا صاحبي قوي، مش قادر. عايز اقول لك على حاجه، اللي ضهره قوي في الشغلانه بتاعتنا دي ما يلاقيش ياكل، لا هو ولا عياله. عشان خاطري يا صاحبي، دايما ما تبصش على الزردور اللي على الشجره، بص على اللي في ايدك بس. انا هقوم اروح، انا ابني بعافيه شويه، لو سال عليا لا حاجة. اعجل يا صاحبي، اعجل اعجل، اشوف مصلحتك ومصلحة عيالك. يا ميس زيزو. ازيك يا المور؟ الورشة نورت والله. اعمل لك شوشة كده على السخان. لا، في عصير او نص فرخ اصلا معبط. وماله، اروح اجيب لك، خلي بالك من الورشة. لا بص، استنى عشان مستعجل، قفل كده وتعالى معايا. الراجل اللي انت كنت عاوزه جالي. انهي راجل؟ يا جدع بتاع مواتير وبراميل الغسالات. لا ما اصل انا شكلك صرفت نظر، بس انا مش شايف عندك سبوبه تانية. يعني مش النظريه يا صاحبي، بس انا زي ما بقول كده تقلت على المصلحه دي، مش عارف ليه مش ملمسه معايا. بقول لك، قول لي، ما عندكش ايسيهات للكارثه دي؟ بقى تعالى دور بنفسك، بس لو اتاخر بقى تعالى بكره. بس انا كنت بقفل في الراجل جالي، قلت اجي اديك خبر. سلامة حبي. دنجة دنجة. سلامة يا ابو النور. مش فايدة، ناقصين 20 جنيه. والنعمة يا خالتي زي ما بقول لك كده، وراح مطلع باكو من جيبه واداها 20 جنيه. قلت له بتبعث فلوسك ليه يا زيزو؟ قام شخط فيا وقال لي وانت مالك انت؟ دي مرات واحد صاحبي. طب انا عايز اسالك على حاجه، احنا ايش عرفنا انها مرات واحد صاحبه؟ ها؟ طب اللي شفتيها معاه دي حلوه اموره زي كده يا مريم؟ حلوه اموره ايه يا خالتي؟ شكلها سوابق، دي واخده بشله كده في خدها. ده انا بشوف حاجه بره يجي يوجع بين الناس وبعضيها ويكدرنا ليه؟ وانت مالك انت؟ بتكلم مع خالتي. اما هي خالتك صح بتملي قلبها بالزعل ناحيه ولدها ليه؟ وانت ايش اخششك انت في كلامنا؟ ها فهميني بس يا بنت. انت وهي بقى ذنب وش يعني؟ يجي من بره ويلاقي امه شايله منه، تنامي على المخده كيف بالليل بعد كل اللي عملتيه ده؟ يا خالتي مين دي قبل ما تدبس صوابعي في عينيها خرقها لها؟ والطهره الشريفه يا سفرانتي اللي كسر عنك. بس يا بنت انت وهي بقى خلاص، وانا مش مالي عيني. يا حبيبي انتوا عاملين ايه؟ دي صوتكم جاي باخر الشارع. اهلا ملاك الرحمه. اهو جلاب النصايب وصل اهو يا خالتي. والله لا موتها. اشجان. حاضر يا عبد العزيز. ده انا شكلي انا طلعت غلطانه في الاخر ولا ايه؟ حياتي تخبص عليا يا بنت الخباصه، وانا فاكرك تستوري عليا. اهو سمعتيها بودانك اهو. بقول لك ايه؟ ما تبقيش حقنه، خليكي ميكروكرون بتاع التمريض وفاهمه. والله معهد التمريض احسن مش عارف ياخد حته دبلوم. والله انا قطعك تقطيع. قوم قوم يلا يلا يا بنتي، واحنا ناسك انت. يلا امشي. فاضي يا ماما.
ما انتش محتاجهم دول. تعالي يا اشجان، عايزك. ايه؟ رايح فين يا عبد العزيز؟ يلا اسكتي بقى، الاوضه مفتوحه قدامك اهو. طيب يا اخويا، هما داخلين الاوضه لوحدهم ولا ايه؟ عارفه بانهم متجوزين واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ خدي يا اشجان. لا ما عايزاش. ما هم مش ليكي، ما تخافيش. ما تديهم لي ليه؟ عيني ام معاك. ايوه بس. بس ايه بقى؟ الله، ما بقولك مش ليكي. ايوه فهمت دي، لكن اشيلهم معايا من ورا مرت خالي ولا اقول لها؟ ما تقوليلهاش. واه واه ايه تاني؟ انا ما بحبش كده. حد الله، الظاهر انها من حاجه عفشه. ما تحسني ملفظك بقى. طب اقول لك، قول لها انك هتشيلهم معايا وانا مش هقول لها انهم معايا. لا نصحى يا بنت، نصحى. بضحك معاك. لا فلوسك تشيلها معاك، ولا تقول لي ولا تقول لحد. وبعدين بقى في الليله المنيله دي الحكايه وعره كده، شيلهم في بنك. ايه؟ ايه؟ فهمت. عايزني اقولها زيكم كده، بنك. خلي الفلوس معاك، هاخدهم منك بقى. لقيتها شبرو. ارغي. احنا نصطاد سمك بسمك. قول من غير نصاحة. البضاعة دي مشبوهة والحكومة شباها. احنا نجيب واحد نعمله دودة. دودة؟ طعم يعني. الحكومة تقفشه ونخش احنا في عز المعجدة نسلك البضاعة وتطير زي العصافير. نصطاد سمك بسمك. السلام يا بكرو، هي دي خطة الفجورة جدنا. ايه؟ بس مين بقى السمكة اللي هنصطاد بيها السمك بتاعنا؟ نصطاد سمك بسمك. السلام السلام يا بكرو، نصطاد سمك بسمك. وصاد الصوت ده بقى طالع من عند الدبابين. أجز رقبتك يعني دلوقتي؟ يا بكرو. ها؟ والعيش والملح والصحوبية اللي بينا دايما تجر دعب كده يا عم وتصعب عليا. نصطاد سمك بسمك يا جدع. اوعى بقى. ماشي يا بكره. طيب طيب طيب، انت نفسك يا اللي بتخبط ليه يا اختي كده على الصبح؟ انا ناقصه. ليه يا اختي انت؟ ايه ده؟ مين انت؟ فين زيزو؟ هتفضلي تشوحيلي بالبتاعة دي كتير؟ فين زيزو؟ مين انت يا مفضوحة انت؟ زبونة. قولي له زبونة. غسالتي بايظة بتتهرب وعندي كوم غسيل قد كده ونفسي اغسل. تهرب ايه؟ زبونة ايه؟ هو محل حلاقة؟ البيوت لها حرمة والناس لساها نايمة. طب خشي صحي قوام يلا. انت هتأنسينا لحد ما يصحى ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت. بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. تركز المية دي. مين اللي كان بيخبط يا شيكان؟ صحتك بنت الملكومة دي. مستعجل ليه؟ ما تتسبح وتفطر براحتك. لا أنا عندي مصلحة مهمة. مين اللي كان بيخبط؟ واحدة مقطوعة كده بتقول زبونة غسلتها خربانة، وهي خربانة. زبونة؟ وأنا من إمتى بتجيلي زباين لحد ما رايح فين؟ رايح دورة المية. هجيب لك بشكير وغيار. طيب لا ما أنا مش هستحمى. هتعمل إيه؟ هشقلب في دورة المية. ايه يا شجان؟ الناس بتعمل ايه في دورة المايه يعني؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه في ايه؟ يا نهار ابيض، استنيني بقى. يا نهار اسود، انتوا مين؟ أمّا يا أمّا. فين يا بنتي أشجان؟ عبد العزيز بيصرخ ليه؟ ما عرفهاش يا مرت خالي. أمّال هو فين؟ في الحمام. ها؟ بصريش كده، بصريش كده، بصريش كده. يا أمّا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ ياما
مين اللي جوه ده يا امه؟ هو مين ده يا ابني؟ الا يا امه ده كلام برضه. قصدك الديك الرومي دي اشتريته لك اشكال؟ ولا ديك رومي ولا جبنه رومي، وبعدين ده خيال يا امه، كل ما ابص له يبص لي بجنب عينيه كده، ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ وانت سايبه الدنيا دي كلها وجايه على دوره الميه تحطي فيها ديك رومي؟ امال الواحد يصرف نفسه وين بقى ان شاء الله؟ في البلكونه؟ لا، البلكونه فيها فروج وكتاكيت وثلاث ارانب. لا ده انت ناوي تجننيني، يا اما تهجني من البيت اصلا. حق عليها بتربي الطيور عشان توفر لك فلوس. صبرك بس 6 و8 شهور والخير كله ان شاء الله. لو انت فاكرين هستنى في المورستان ده 6 و8 شهور، انا عايز ارجع ما الاقيش كتكوت في البيت. طب يا حبيبي خش انت بس كمل وانا هصرفهم لك. تزربنش كده. كمل فين بس يا اما ما قطعت خلاص، ابقى اشوف اي دوره ميه في الطريق وانا ماشي. هو مين اللي كان بيسال عليا؟ واحده حتى لا حمار ولا اخضر ومتقصعه كده وعريانه. اسمها سماء ولا مستنياك تحت؟ اقول هي قاتله معريانه. قول حاجه ولا ايه؟ لا ما بقولش اي حاجه، عايز ارجع ما الاقيش حاجه في البيت. ها ماشي يا ماشي الخلق كده مش طبيعي. انت مجننتي اتهبلتي؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هذبح ولا هرجع لاصحابه ولا ايه؟ رجع اصحابه ايه بس ما تحطوش في الحمام، يبقى حطيه في البلكونه. فتحي بقى فتحي يا جامد. يلا يا معفن. خرب بيت امك بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربه؟ العن ايه حصلت تجيلي المنطقه عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن ماما. تعالى. مين البنت السعيده اللي عندكم فوق دي؟ وانت مال اهلك؟ الله يخرب بيت ابوك، البيت جنانك في ساعه واحده. خليك كده تهوري لحد ما تتعوري وتعورينا معاكي يا اختي. والنبي تعمل كده وحلو وانت قلبك كويس. شوف يلا خلي الراجل يمشي، عايز تشربي ايه؟ ايه يا اخويا احنا لحقنا؟ ده انا لسه داخله، احنا فسقنا على الكراسي. انا اسف يا بنت، تحت امر حضرتك. تعالى هنا، انت اتقمصت. تحت امرك يا فندم. يا اخويا هناكل، هنفطر، ما فطرناش. تحت امرك. وتلاقيك انت كمان ما فطرتش. خلصي بقى. هناخد 2 سجق و2 كفته وترشي وميه عشان نبلع، وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصه على الصبح. خدمة ساعتك يا فندم. يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم. تحت امرك يا ريس، تحت امرك، تحت امرك يا ريس. وبقول لك ايه، ورحمه اهلك كلهم، نرميك في النيل واقول ما شفتش يا فندم. انا عملت ايه عشان ترميني في النيل يا فندم؟ انا في خدمه ساعتك يا فندم. انت جاي تعملي فضايح هنا؟ الراجل ما غلطش. لا غلط، كان بيبص لي كده مش حلو كده، زي ما يكون مش عاجبهم شكلي. ايه يا قمر انت سرحان في ايه؟ ده هيكون شكلي عجبك ولبسي حلو؟ وبقول يا واد عبر عن مشاعرك. انا حاسس ان احنا هنتمسك. تعرفي بقى ان انت مش ناوي تجيبيها البر، وانا لو اعرف ان جايه شارع عبد العزيز والله العظيم ما كنت جيت معاك يا مروه. في ايه بس يا بنتي؟ انا جايه اصالحها، وفي حاجه دي؟ طب وانت عرفتي عنوانها بقى ازاي يا مروه؟ هي مش اسمها لبنى لطفي وساكنه هنا في شارع عبد العزيز؟ بسيطه جدا. استنى استنى يا ريس، مكتبة الحاج لطفي فين؟ على الشمال على طول هنا. شكرا يا ريس. شفتي يا ستي ادينا وصلنا اهو. عاوزاكي بقى تشوفي من غيرها لما تفتح الباب وتلاقينا قدامك. يا مروة منظر يجنن. عشان خاطري بلاش، ويلا نرجع. انزلي انزلي، يمكن يكون حظها حلو وتكون راحت مشوار. يلا. لو سمحتي يا انسه ممكن. اهلا اهلا، ازيك يا مروة؟ خطوة عزيز. والله كويس. كمان بتقف في المكتبة بنفسك؟ اه، وساعات برش مية وبكنسها كمان. نورتوا شارع عبد العزيز. انتوا ايه اللي جابكوا الناحية دي؟ احنا كنا هنا في مشوار وقلنا نيجي نشوف. طب تمام، تشربوا حاجة ساقعة بقى ولا ايه؟ ما بلاش، لحسن باباك يزعقلك انك بتصرفي من ايراد المكتبة. ايه الافلام العربي القديمة اللي بتتفرجي عليها دي؟ ها؟ حاجة ساقعة؟ ماشي ماشي. يا ناس، 2 حاجة ساقعة مش هيلموا حياتك. مكتبتك حلوة قوي على فكرة. والله كويس، انا كنت فاكراه مجرد كشك كده ومكان التصوير. تحبيه للدرجه دي؟ هو مين الكابتشينو؟ ما تقصري كده وبلاش حركات الثانوي دي. اللي انا اعرفه بقى ان البنت الجدعه بتمد ايديها وتاخد اللي هي عايزاه. لا اصل انت ما تعرفنيش، انا ما اخدش حاجه واقف عليها دبانه. تبقي صدرانيه يا شاطره، عشان ساعات الدبانه ممكن تموت بني ادم، وساعات كده تلاقي بالونه حلوه قوي وكبيره وملونه، واول ما يجي جنبها دبوس فس تبقى ولا حاجه. ايه يا عم فطوطه انت وهي؟ ايه شغل فوازير رمضان ده؟ الساقع يا دكتوره، وعلى حسابي كمان. تشكر يا ذوق، ابن بلده كلك مفهوميه. الحاجه الساقعه. ميرسي، انا اصلي عامله دايت. انا بقى هشرب ومش كده وبس، لا ده انا هاخد اجنده كمان، وفوقيها قلم كمان فوق البيعه يا حبيبتي. السلام عليكم.
عليكم السلام. ابويا الحاج لطفي. معلش ما بيسلمش على بنات عشان بيبقى دايما متوضي. زمايلي في الكليه يا بابا. اهلا وسهلا، نورتوا. طب ما طلعتوش فوق ليه؟ معلش اصل هما ماشيين، اصل مروه مستعجله. تردي الزياره بقى. الزمالك فيلا رقم 7 والعنوان مكتوب عندي. معلش مش هقدر، ما انت عارفه بقى، يا اما فوق بذاكر يا اما في الكليه يا اما هنا برش ميه. نورتيني. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك؟ كلامك ناشف قوي كده ليه؟ ماشي يا بنت السفير السابق. ايه؟ السفير السابق ايه؟ ولا حاجه يا بابا، بس يظهر ان الواحد لازم يطلع ضوافر عشان اللي ما يختشيش يخاف. انا طالعه. ضوافر ايه؟ ويخاف ايه ويختفي؟ البت دي مالها النهارده؟